مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في الندوة الافتتاحية لمعرض الساحل، وأخيرا ندوة وجاهية بالمتحف. الندوة بعنوان الساحل الفلسطيني في المخيال، جدلية الروائي والتاريخي. منرحب فيكم جميعا مرة أخرى. هاي الندوة بتركز على بناء الوعي وتشكيل المخيال الفلسطيني تاريخيا وجغرافيا وثقافيا حول الساحل الفلسطيني، انطلاقا من معرضنا القادم اللي راح يكون افتتاحه في 29 أيلول، بعنوان بلد وحده البحر، محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني من 1748 ل 1948، الذي يتناول محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني من منتصف القرن الثامن عشر. ستبدأ الندوة اليوم بتقديم حول فلسفة المعرض وأهميته، بتقدمها الدكتورة عادلة العايدي، المدير العام للمتحف الفلسطيني. بعدين في عندنا المداخلة الافتتاحية، يلقيها الروائي إبراهيم نصر الله. للأسف مشاركته راح تكون على زوم، يعني كنا بنتمنى أنه يكون موجود بسياقات سياسية أخرى. ومن ثم راح تكون مداخلته عن مبنية على روايته قناديل ملك الجليل. بعدين راح يكون عندنا مداخلة تعقيب وحوار مع أنطون شلحت. يعني بهاي الجلسة بالأساس بنركز على أسئلة روائية تاريخية: هل الرواية وثيقة تاريخية؟ هل التاريخ مسودة لرواية؟ هل الشخصيات الروائية هي شخصيات تاريخية؟ وشو الفرق بين الروائي والمؤرخ؟ وهل يختار الروائي أن يصبح مؤرخاً؟ بعد هيك رح ننتقل، رح يكون في عنا بريك تقريباً نص ساعة، ثلث ساعة، نص ساعة، بعدين ننتقل للجلسة الثانية. بالجلسة الثانية رح يكون معنا المؤرخ دكتور عادل مناع. المداخلة رح تكون حول عكا وظاهر العمر وحكومة عموم فلسطين وفلسطين كفردوس مفقود. بعدين رح يكون معنا المؤرخ محمود يزبك. للأسف برضو رح يكون مش انفجار، هذا في شيء بالسماعة. بعدين رح يكون معنا محمود يزبك عبر زوم للأسف. المداخلة رح تكون عن المشهد الثقافي في مدينة يافا في أواخر العهد العثماني. بعدين الندوة رح تختتم في حوار مع قيمة المعرض الضيفة إيناس ياسين. وكمان رح يكون في الحوار دكتور عادل مناع ودكتور محمود يزبك، عشان يعني نحاول نبني حوار حول مسألة الفن والتاريخ، وكيف التاريخ بيكون مادة أولية للعرض الفني. وبالتأكيد راح يكون في مساحة للنقاش بين كل هذا وهذا. تمام؟ طيب. ليش للأسف؟ ليه إحنا بصراحة؟ يعني إحنا بنحاول بصراحة بالمتحف، اشتقنا للعجقة واشتقنا للزوار واشتقنا للمعرض يعني. ف يلا تفضلوا دكتورة عادلة، أستاذ أنطون. مساء الخير، شكرا لحضوركم. أولا شكرا لمراح وزقفه اللي بتكتبها لهذه الندوة منذ أشهر، فشكر كبير إلها لمراح الزملاء أسامة وحنين ونصري ورنين وكل الزميلات والزملاء اللي عم بيشتغلوا على هذا المشروع من أشهر. إحنا سعداء جداً باستضافتكم اليوم في الندوة الافتتاحية التي ترافق معرض بلد وحده البحر. هذا المعرض اللي هو من بقيمية الفنانة الزميلة إيناس ياسين، كمان هي بتستاهل زقفة بس خلص، وبمساعدة المساعد قيم أحمد الأقرع، وبكوكبة من الزملاء مثلا مثل ملاك. بستاهل. فشكرا لوجودكم معنا وجهيا وإلكترونيا. هذا النهج الجديد اللي راح ننتهجه في المتحف من خلال تنظيم فعالياتنا بشكل مختلط وجهيا وإلكترونيا. فبحيي الناس اللي معنا على الفيسبوك لايف وعلى الزوم.
يواصل المتحف من خلال هذا المعرض محاولة تحقيق رسالته في إنتاج ونشر تجارب معرفية تحررية عن فلسطين. فلسطين يعني شعبا وثقافة وتاريخا. فنقدم لكم على مدار العام برنامج متنوع متكامل متكون من فعاليات عامة لكل الفئات العمرية والمجتمعية، فعاليات تربوية، فعاليات فكرية مثل هذه الندوة اليوم، وذلك سيرا في النهج الجديد الذي يسلكه المتحف لإنتاج المعرفة حول فلسطين من خلال توليفة تجمع بين معرفة تاريخية محكمة، ورح أرجع لهذا الموضوع، ومادة وثائقية غنية تعرض في قاعة العرض، وتدخلات فنية وتصميمية متعددة الوسائط سنعرضها كذلك في المعرض، مع خلق مساحات لملامسة تجارب الماضي حسياً ومعرفياً. بحب أنوه أنه انبثقت فكرة إقامة المعرض حول تاريخ الساحل الفلسطيني قبل 3 سنوات، قبل 3 سنوات شهر 9 تحديداً. وأنا بشكر المشاركين الموجودين معنا هون، الدكتور عادل مناع والدكتور محمود يزبك، اللي هم شاركوا في أول ندوة أو أول ورشة عمل، خلينا نقول داخلية فكرية، اللي حطينا فيها الأسس المفاهيمية اللي بده يمشي عليها المعرض هذا. فإحنا كلنا كتير شاكرين للدكتور عادل، الدكتور عادل لأنه قاعد مقابلي، والدكتور محمود اللي أفكارهم النيرة ولتوجيهاتهم، وكانت مساهمتهم هالقد يعني هامة في الورشة، إنه إحنا طلبنا منهم إنه يكونوا المستشارين الأكاديميين والتاريخيين لهذا المعرض، لأول يعني خطوة يعني من هذا القبيل بيقوم فيها المعرض من خلال وجود مستشارين أكاديميين. فإحنا كتير شاكرين لهم وشاكرين لمساهمتهم معنا اليوم، ورح تلاقوا كمان كلمات لهم في كتالوج المعرض الذي سيصدر بعد أشهر. فانبثقت فكرة إقامة المعرض حول تاريخ الساحل قبل 3 سنوات، وطبعاً تأخرنا 3 سنوات عشان الوباء، ونسعد اليوم بمشاركتكم رؤيتنا حول تجارب وإنجازات شعب هذا الساحل عبر قرون عدة رغم محاولات محو فلسطينيته. نتطلع إلى لقائكم وجهياً وإلكترونياً خلال الأشهر القادمة لنتأمل معاً في سيرورة أهل فلسطين كمجتمع مركب له علاقة ممتدة ومستمرة مع الأرض ومع البحر. اللي بحب أحكي قبل ما أخلي الدكتور الأستاذ أنطوني يبلش معنا، بأكد أنه الجميع مدعو لحضور افتتاح المعرض الأسبوع القادم 29/9 يوم الأربعاء الساعة 5:45، وبشدد على الوقت لأنه في عندنا افتتاح معرض فريد من نوعه. رح يكون في افتتاح للمعرض، لكن رح نبدأ فيه بمشاهد مسرحية داخل قاعة العرض بتمثل تجربة الإنسان الفلسطيني اللي بتلامس التجارب التاريخية اللي معروضة بالمعرض. فهذه يعني تجربة فريدة من نوعها بيخوضها المعرض. فزي ما بيحكوا 2 بسعر تذكرة واحدة، افتتاح معرض مع مسرحية، بس التذكرة هي ما في لها سعر. فأهلا وسهلا فيكم كلكم في افتتاح المعرض الأربعاء القادم، وبشكركم لحضور ندوة اليوم. وتفضل أستاذ أنطون. شكرا. طيب، مساء الخير للجميع، ومبروك طبعا افتتاح هذا النشاط المهم في تاريخ هذا المتحف الفلسطيني، ربما الحديث العهد، ولكن الذي يعمل في مستويين، يعني في المستوى الأفقي وأيضا في المستوى العمودي فيما يتعلق بكل الحفاظ على التاريخ الفلسطيني. طبعا الجلسة الأولى ستنأى بكيفية ما عن التاريخ أو عن الامتثال إلى القيود الصارمة للتاريخ لكي تتحدث
أكثر عن الرواية التاريخية وأين تتقاطع الرواية مع التاريخ، أين يتقاطع التاريخ مع الرواية؟ هل الرواية التاريخية هي تاريخية أكثر من كونها رواية أم أنها رواية أكثر من كونها تاريخ، بما يحيل ربما إلى التخيل وإلى سد بعض الثغرات التي ربما لم يتمكن المؤرخ من أن يسدها؟ نظام الجلسة حتى لا أطيل عليكم، سنفتتح بمداخلة للروائي والأديب المتعدد طبعا، لأن إبراهيم نصر الله هو ليس أديبا فقط، هو أديب وشاعر ورسام وناقد، يعني أنا أعتقد أنه أديب فعلا متعدد. يعني أول عهدي بإبراهيم نصر الله كان أني قرأت له نصوصا شعرية جيدة، ثم قرأت له نصوصا روائية، طبعا له العديد من الكتب، وفي السنوات القليلة الأخيرة بدأ يعني يركز أكثر من أي شيء آخر في كتابة الرواية التي يمكن أن توصف بأنها رواية تاريخية، فكتب سلسلة منها تحت عنوان عريض والملهاة الفلسطينية. طبعا لا يتسع المجال لكي نتحدث عن كل هذه الروايات أو لكي يقدم الأستاذ إبراهيم شهادات حول كل رواية ورواية على حدة، ولذلك ارتأى المسؤولون أن يختاروا رواية واحدة من هذه الروايات تركز على شخصية ظاهر العمر الزيداني، وبسبب ارتباطه أيضا بمحور المعرض الذي يقام في إطار هذا النشاط، وهي بعنوان قناديل ملك الجليل. سنبدأ الجلسة بالاستماع إلى شهادة من الروائي إبراهيم نصر الله بعنوان قناديل ملك الجليل، رحلة في الكتابة رحلة في التاريخ. بعد ذلك أنا سأتحدث قليلا عن ما معنى الحاجة إلى الرواية في أيامنا هذه، ثم نجري حوارا مع الأستاذ إبراهيم موضوعه العريض أو عنوانه العريض جدلية الروائي والتاريخي، نحاول فيه أيضا أن نسلط الضوء أكثر فأكثر على الرواية التاريخية وجدليتها مع التاريخ، وكذلك على الإنتاج الأدبي أو العالم الأدبي المتكامل للأخ إبراهيم، الأستاذ إبراهيم الذي يحاول أن يبنيه من خلال أدبه. اسمحوا لي أن أرحب باسمكم طبعا بالأديب إبراهيم نصر الله، وأن أطلب منه أن يبدأ بتقديم شهادته. كنا نتمنى أن يكون اللقاء وجاهيا، ولكن ما باليد حيلة، يعني أيضا هذا نصف عزاء أننا نستمع إليك عن بعد، على أمل أن نلتقي وجاهيا في أقرب فرصة. تفضل أستاذ إبراهيم. شكرا لكم ومساء الخير. شكرا لك أخي أطوان، شكرا للمتحف الفلسطيني والقائمين عليه. تحت هذا العنوان الجميل نلتقي، العنوان الذي يجمعنا حلما وواقعا وفكرا، بلد وحده البحر. ما سأتحدث عنه ينبع من التجربة كما عشتها حتى الآن، وهي تجربة شخصية في ممارسة الكتابة بعلاقتها بالتاريخ، لكنها ليست معزولة عن كل ما هو خارجها أو عن كل ما هو خارجها. وسأبدأ بفكرة الرواية التاريخية حقيقة بمجموعة يعني هيك تأملات. يعني نحن نقول الرواية التاريخية، ولكن حقا ما هي الرواية التاريخية؟ هل هي اللحظة التاريخية التي تناولتها الرواية مثلا قبل 100 عام أو 50 عاما أو 20 عاما أو أسبوع أو أمس، باعتبار الأمس ماضي تماما كما هو القرن 19 أو القرن 18 أو القرن الأول أيضا في عداد الماضي؟ هل الرواية التاريخية أحيانا هي المستقبل، باعتبار أن المستقبل هو تاريخ معكوس في اعتقادي؟ يعني بدل أن تذهب إلى الماضي أنت تذهب إلى المستقبل بما يمكن أن يتأسس فيه من وقائع مبنية على الوقائع
الموجودة اليوم. في ظني أن كل رواية وكل عمل جيد يحتضن الأزمنة الثلاث، يحتضن الماضي ويحتضن الحاضر ويحتضن المستقبل. ولذلك حينما نقرأ نصاً إغريقياً مضى أكثر من 2000 سنة على كتابته، نحس أن هذا النص هو يعبر عنا اليوم وربما يعبر عنا غداً. ما يؤرق أيضاً حينما تذهب إلى الرواية التاريخية هو أنك تذهب إلى المصادر، وحينما تذهب إلى المصادر فأنت تتأمل هذه المصادر لتقول رأيك فيها، باعتبار أن المؤرخين أنفسهم الآن يعودون لتأمل التاريخ وقراءته، كما نذهب نحن لنتأمل الماضي عبر الرواية. مسألة أخرى يعني أريد أن أقول فيها، هل تاريخ النشر يحدد أن هذه الرواية التاريخية تاريخية ما باعتبارها أصبحت وراءنا، طبعت قبل 100 عام مثلاً أو طبعت قبل 50 عاماً وأصبحت من الأعمال الكلاسيكية؟ الرواية والتاريخ ستبقى مسألة واسعة، وفي ظني ليست مصادفة أن كل هذه الأعمال النقدية التي تتناول الرواية والتاريخ قد كتبت وتأملت هذا الواقع. بالنسبة لي يعني سأبدأ بمقدمة حول الملهى الفلسطينية بشكل أساسي، لأنه الملهى الفلسطينية هي الحاضنة لرواية قناديل ملك الجزيل، وربما هناك تجربة ممتدة بين الملهى الفلسطينية وقناديل ملك الجليل. أولاً على مستوى التجربة، لو أنني لم أكتب روايات الملهى الفلسطينية في ظني وكتبت أولاً قناديل ملك الجليل، ربما لكانت قناديل ملك الجليل بصورة أخرى. لكننا لابد حينما نكتب رواية تاريخية أن نذهب إلى المنجز التاريخي، المنجز الثقافي الذي أنتج في تلك الفترة، لكنه بالتأكيد ليس كتاب التاريخ فقط، إنه معارف كثيرة. لكن حينما تذهب إلى هناك يعني أنت تقطع أرض جديدة عليك، عليك أن تمر بها حتى لو كانت هذه الأرض مسحورة وتتجاوز حدودها وتكون أنت، ولأن الإقامة فيها بمعنى الإقامة في كتاب التاريخ وأنت تكتب رواية، معنى ذلك أنك ستنتهي، لا تكون قد قدمت تاريخا ولا تكون قد قدمت بأي شكل من أشكال رواية. من تجربتي في الملهى الفلسطينية أيضا، لقد اعتمدت على الشهادات الشفوية، والشهادات الشفوية هي جزء أساسي اليوم، نحن نقول التاريخ الشفوي هي جزء أساسي باتت من تاريخنا، وتاريخ حي شاهد ومشهود وشهيد أيضا. لكن من التجربة أيضا حينما تذهب إلى الشهادة وتستعين بها عليك أن تكون حذرا، لأنه الروائي ليس مدونا للشهادات، ليس جامعا للشهادات. الروائي أيضا يعيد قراءة هذه الشهادات ويتأمل ما الذي يمكن أن يقوله من خلالها. تعرفون أنه كثير من الناس الذين نستمع إليهم في القرى مثلا، من سكان القرى حينما يتحدث إليك يتحدث وكأنه العالم وكأنه يعرف العالم كله، لكن في الحقيقة هو محصور في قريته. وحينما تكتب رواية عن فلسطين عليك أن تعرف ما يدور في المدينة، وعليك أن تعرف ما يدور في خارج المدينة وفي خارج الوطن وفي خارجها، لأنه كل شهادة في ظني أنها تكون منقوصة إذا ما اعتمد عليها لوحدها، ولذلك لابد من أن تتسع هذه الشهادة برؤياك وتوظيفها وأين توظف. أحياناً اسمحوا لي، قد تعكس الشهادة أو تعكس القصة لتكون أغنى. يعني مثلاً، وسأضرب مثلاً عن طيور الحذر،
التي كتبت، قد تكون الرواية الأولى التي كتبتها في ضمن روايات الملهى الفلسطينية، وتتحدث عن نشوء المخيم الفلسطيني من سنة 48 حتى عام 70. حينما كتبت هذه الرواية كتبتها من خبرتي، من تجربتي، لكن ما حدث أننا كنا جميعا نصطاد العصافير في، لكن ما حدث في الرواية أن هذا الفتى بطل الرواية يقوم باصطياد العصافير وتعليمها الحذر حتى لا تقع في فخاخ الأولاد الآخرين. وفي ظني أن هنا الرواية حينما عكست الحكاية أخذت بعدها المختلف الآخر الذي لا يتناقض مع التاريخ ولا يتناقض مع الواقع، لكنه يوسع إنسانية الحدث. بالنسبة لقناديل ملك الجليل، أول مرة يعني أتعرف مباشرة على شخصية ظاهر العمر حينما أهداني العزيز زياد أبو السعود كتاب توفيق معمر المحامي عن ظاهر معمر، أظن نقول إحنا المحامي، عن تجربة ظاهر العمر في فلسطين وفي القرن 18. الحقيقة حينما قرأت الكتاب في المرحلة الأولى اعتقدت أنني يمكن أن استغل بعض أحداثه في رواية زمن الخيول البيضاء التي كانت يعني تنضج على وشك أن تكتب. وحينما تقدمت في الكتاب أكثر بهرتني شخصية علي ابن ظاهر العمر لما فيها من يعني صراع وتعدد وتراجيدية إلى حد تغوي بالكتابة فعلا، لكنني حينما وصلت إلى نهاية الكتاب اكتشفت أن هذه التجربة لا يمكن إلا أن يعبر عنها كما هي، تجربة عريضة واسعة ممتدة على مدى 85 عام، وهي تقريبا يعني قرن من الزمان. لكن ما كان يؤرق أيضا أنه المصادر هذه التجربة بالنسبة لي لم تكن معروفة كما يجب باستثناء هذا الكتاب، فبدأت رحلة بحث عن ظاهر العمر لأصل إلى سيرتين صغيرتين كتبتا عن، وثم لأصل لبعض المراجع الأجنبية وبعض المراجع العربية. لكن ما يؤرقني أو ما أرقني حينما عرفت تجربة ظاهر العمر أن هذه التجربة كانت مهجورة من الكتابة الإبداعية الفلسطينية بشكل أساسي، وكان يحيرني كيف قفزت الكتابة الفلسطينية عن قرن من الزمان دون أن تتناولها وتعطيها حقها. حقيقة أيضا اعتبرت يعني كان الزمن الخيول حينما كتبت هناك روايات فيما بعدها تكمل مسارها، يعني تكمل ما حدث بعد عام 1948 في أعمال أخرى، لكن أيضا كان هناك أسئلة كثيرة عن زمن الخيول البيضاء وعن أصول بعض الأشياء فيها، عن علاقة بالخيل، عن التراث الفلسطيني، عن الفترة السابقة لها. ولذلك يعني أنا أعتبر أنه كما لو أن قناديل ملك الجليل جاءت لتكون الجزء الأول من قناديل ملك الجليل، الجزء الأول من زمن الخيول البيضاء، مع الاختلاف الكبير في بناء الشخصيات والأحداث وكل هذه الأمور. ما أغراني حقا في شخصية ظاهر العمر إنها شخصية يعني يشتهيها أي كاتب فعلا، فالشخصية مركبة، هناك تعدد بقاع الصراع وتداخلها، هناك مستويات المتصارعين قوة ونفوذا، هناك المصالح وتضاربها، هناك صراع الدول وصراع العائلة وصراع المنافسين خارج هذه العائلة، هناك فكرة التفرد أو الاستقلال في ظل الإمبراطوريات، هناك الحب والوطن الصغير الجميل بين بحرين بعاداته وتقاليده
وحكاياته وتاريخه الروحي، وهناك الصعود، هناك البداية وهناك الصعود وهناك الذروة في تجربة ظاهر العمر، ثم هناك النهاية التراجيدية الكبرى. كل هذه المسائل كانت بالتأكيد يعني محفزات لي، لكن كلها أيضا ليست كافية لبناء رواية. ولذلك كان علي أن أقرأ القرن الثامن عشر تماما، يعني أقرأ فلسطين في القرن الثامن عشر، أن أتعرف إلى التراث الفلسطيني، العادات الفلسطينية، الحكايات الفلسطينية السائدة في القرن الثامن عشر، أن تتعرف على البناء والأسلحة. وللأسف يعني حينما تكتب رواية في العالم العربي عليك أن تكون الخبير التاريخي والخبير العسكري والخبير الهندسي والخبير الاجتماعي والخبير في التراث، لأنه ليس هناك من يساعدك كما يحدث في كثير من دول العالم التي يكون هناك فرق بحث تساعد الروائي لإنجاز عمله. بالتأكيد يعني كانت كتابة قرن من الزمان أيضا بقدر ما هي طموح، بقدر ما تحمل الكثير من الخوف، وأيضا ربما الكثير من الحرية، لأنك تتناول الموضوع لأول مرة. هناك المخاطرة في بسبب الامتداد التاريخي، هناك أنت تكتب رواية تاريخية لأول مرة، واعتبرها الرواية التاريخية المتفق عليها، يعني بمعنى الرواية الأولى بوجود شخصيات حقيقية، سواء شخصيات ظاهر العمر أو أبناء ظاهر العمر أو قادة ظاهر العمر أو وزراء ظاهر العمر، كل هذه شخصيات حقيقية، لكن أن تؤثث قرن كامل من الزمان، في ظني أن هذا هو التحدي الأكبر. أن تعيد بناء الحياة في فلسطين بين بحر الجليل وبحر عكا أو حيفا أو غزة أو عكا أو يافا، هذه مسألة لم تكن سهلة على الإطلاق، ولذلك كانت رحلة فعلا صعبة وكبيرة. ولو تشاهدون الملفات التي كنت أكتب عليها الملاحظات والتفاصيل والأفكار الواردة، هي يعني عمليا ثلاثة أضعاف في الرواية حقا. كان ظاهر العمر قد بنى هذه الدولة على الأرض، وكان التحدي الأكبر أنك عليك أن تبنيها على الورق، أو أن تعيد بنائها على الورق، وأن يحس القارئ والقارئة حينما يقرآن هذا العمل بأنهما يريا كيف تبنى هذه الدولة حجراً حجراً، كيف يتورطا في حب ظهر العمر، في تفاصيل الحياة الفلسطينية في ذلك الوقت بكل ما فيها. كان أيضاً من التحديات أنه من أين تبدأ، يعني وهناك نقاط كثيرة يمكن أن تبدأ منها. هل يمكن أن تبدأ من حصار طبرية نقطة ساخنة؟ هل يمكن أن تبدأ ببداية إعمار عكا؟ هل يمكن أن تبدأ ببناء حيفا الجديدة ثم تعود؟ ما وصلت إليه حقيقة أن ظاهر العمر هو شخصية ملحمية بطريقة أو بأخرى، ولذلك كان لابد من أن أعتمد البناء الملحمي لهذه الرواية، بحيث أن أتتبع ظاهر العمر من لحظة ميلاده كما حدث في الرواية إلى لحظة موته أمام أسوار عكا. إبراهيم 10 دقائق بعد، معليش كثير 10 دقائق. طيب إذا بتقدر تختصر نكون شاكرين. لا كثير، هو أنا يعني منسقها حتى تكون طيب يعني تفضل تفضل، وآسف على المقاطعة. لا أبدا أبدا. كل هذه المسائل حينما تكتبها، حين تكتب عن شخصية أيضا، لا تريد أن من القارئ أن ينظر إليها وكأنها شخصية في الماضي، عليك أن تكتب هذه الشخصية ليحس
أنها في الحاضر. إذا كانت مؤطرة عليك أن تكسر الإطار، أن تكسر الصورة الجاهزة وتفتح لها المجال واسعاً لتظهر بعيداً عن ما قرأت، عما قرأت من معلومات وعن وقائع في كتب التاريخ. هناك شخصية عليها أن تظهر بقيمها، بغرائزها، بحكمتها، بجنونها، بتمردها، بشكها، بإيمانها، بكل هذه الأشياء التي تكون الإنسان أو كونت الإنسان في كل زمان ومكان. في الحقيقة يعني نحن لا نستطيع أن نكتب، أن نبدأ من الصفر، يعني في أي شيء نفعله لا نستطيع أن نبدأ من الصفر. وكان فعلاً لابد من المراجع التاريخية التي وضعت أسماءها في نهاية الرواية، وهي 18 مرجع عملياً، إضافة لبعض الشهادات يعني بين قوسين يعني غير الموثوق فيها تماماً، التي لم تزل متداولة عن ظهر العمر في الجليل بشكل أساسي، لكن بعض الأشياء، بعض القصص حتى لو كانت خيالية حينما لا تتعارض مع الواقع ولا تصطدم بهذا الواقع، بالتأكيد يمكن أن تعزز الواقع ويمكن أن تعزز الرواية بشكل كبير. لكن وأنت تكتب عن دولة أيضاً يعني لابد أن توسع حدود هذه الدولة، توسع حدود هذه الدولة ليس على مستوى الجغرافي، لكن توسع حدود هذه الدولة على المستوى النفسي، على المستوى الإنساني، على المستوى المعنوي، على مستوى الدلالة، على كل هذه المستويات عليك أن توسعها. في مسألة يعني أريد أن أقولها، أنه يعني بقدر ما نلجأ للتاريخ، لكن حينما نذهب للرواية في ظني أن الرواية هي ذاكرة جديدة للبشر، أو تضاف للذاكرة الجديدة للبشر. يعني حينما تكتب رواية، والآن نحن نتحدث عن خاصة في الحالة الفلسطينية، نتحدث عن أناس عايشوا فلسطين ورحلوا أو يرحلون تباعا، ولذلك نبدو نحن كأننا الجيل الوسيط بين جيلين، يعني جيل مضى وجيل قادم، ولذلك تبدو المسؤولية كبيرة في أن تكون الرواية أو نعمل على روايات تكون جزءا من الذاكرة الفلسطينية، تعزز هذه الذاكرة بالتأكيد وتبنيها فنيا وتورط القارئ بها. وبالمناسبة ليس على المستوى الفلسطيني، بمعنى حينما نكتب عن فلسطين ألمس ذلك التفاعل الكبير جدا مع الروايات في العالم العربي، في مصر أو في السعودية أو في الخليج الذي نعاني من بعض دوله الآن معاناة كبرى، أو في أي مكان، أحس أنهم يتعاملون مع هذه الشخصيات فعلا بطريقة لا تقل عن تعامل الفلسطيني مع هذه الروايات. ربما هذه مهمة الروائي الصعبة، هي أن يعيد الحياة لمرحلة، يعيد بعث الحياة، يعيد بعث الشخصيات، ويرى الشخصيات من زاويته هو. يعني أظن حتى تلك الملفات التي تحدثت عنها وهي لدي، لو أعطيناها لعشرة روائيين، في ظني أنه ستكون هناك عشر روايات مختلفة، لأنه كل واحد من هؤلاء الروائيين له أسلوبه، له رؤيته، له تجربته، له كل هذه المسائل التي ستؤدي بالتأكيد إلى وجود نص روائي مختلف تماماً. وأهم شيء فيها باعتقادي هو شيئين، هو الرؤية والبناء الفني، لأنه أيضاً حينما تكتب رواية تاريخية عليك أن تقدم اقتراحك
الفني في كتابة الرواية التاريخية. وببساطة إذا لم تكن إذا لم يكن أي عمل أدبي يتمتع ببناء فني حقيقي سينتهي، هو يعيش لأنه يصبح من ذاكرة الأدب، بمعنى يصبح محترما، له مكانة في تاريخ الأدب. وإذا كانت له مكانة تاريخية في مكانة كبيرة أو جيدة أو مهمة في تاريخ الأدب يصبح كتابا متجددا. لكن هناك آلاف الكتب التي نعرف أنها كتبت عن فلسطين من الذاكرة أو روايات أو كذا، ونعرف أنها انتهت، لكن الروايات الكبيرة نعرف أنها لا تنتهي وبقيت. ودائما أقول فلننظر إلى رواية مثل رواية غسان كنفاني رجال في الشمس، التي كتبت عنها مقالا منذ فترة واعتبرتها مؤسسة ثقافية فلسطينية، أو لعلها تكون أهم مؤسسة ثقافية فلسطينية، مكونة من 100 صفحة تعمل منذ 50 عاما على بناء الروح الفلسطينية والوعي الفلسطيني بطريقة مدهجة. فحينما نتحدث عن الرواية نحن نتحدث عن شيء كبير وصعب، صعب أن ننفذه بالطرق المهمة، يعني الطرق التي نتمناها وأن تكون فعلا وفية للموضوع الذي نكتب عنه. ودائما أقول أنا لا أريد أن يقرأني الناس لأنني أكتب عن فلسطين، لأنهم متعاطفون مع فلسطين. من حق القارئ أن يقرأ رواية جيدة، هذه الروايات تترجم في كل مكان من أنحاء العالم وتوضع على الرفوف بجانب روايات أخرى من كل أنحاء العالم. أقول دائما من حق أي قارئ حينما يدخل المكتبة ويشتري هذا الكتاب أن يخرج بكتاب جيد، لأن إذا كان هذا الكتاب جيدا فهو بالتأكيد سيتعاطف مع فلسطين أكثر وسيحب فلسطين أكثر. وهناك روايات غيرت فعلا الصورة عن بلاد كاملة، مثل رواية 100 عام العزلة التي كنا نتحدث عن كولومبيا، وكنا نرى كولومبيا العصابات والمخدرات وكل هذه المسائل. هذا يعني ما كنت أريد أن أقوله هنا، لكن أحب أن أقول أنه أيضا في النهاية، وقد شرف الوقت على الانتهاء، أنه حينما تذهب لكتابة رواية مثل قناديل ملك الجليل فأنت بين قوسين تذهب لاستشراف الماضي. لماذا تذهب لاستشراف الماضي؟ لأنك تذهب لإعادة قراءة هذا الماضي تماما كما تكتب عن المستقبل لتتوقع هذا المستقبل. تذهب إلى الماضي لتحاور هذا الماضي، لتفهم أكثر، لتجعله جزء من مستقبلك، جزء من تكوينك النفسي وتكوينك الوجداني وتكوينك العقلي. لكن في كل الأحوال في ظني أن كل كتاب جيد هو كتاب يعني ينتمي إلى الأزمنة الثلاثة. صحيح أنه يكتب الآن، ولكن نحس أنه يعبر عن الإنسان في الماضي ويعبر عن الإنسان في المستقبل. وأختتم بمسألة يعني تؤرق دائما، وهي عن فن الرواية ومدى قدرة هذا الفن على أن يكون مؤثرا في داخلنا. يعني حينما ننظر إلى زوربا اليوناني في رواية نيكوس كازانتاكس نحس أن زوربا هو حلمنا، وحينما ننظر إلى البؤساء نحس كأنها لحظة صراعنا هذه لنيل حريتنا، وحينما ننظر إلى رجال في الشمس نحس أنها القدر الذي علينا أن نعانده، سواء كنا نهتف في مظاهرة أو نشق النفق إلى سماء حريتنا. وشكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم. طبعا أثرت الكثير من القضايا اللي من الصعب ربما في الوقت الذي أتيح لك وقد يتاح لنا
أن نلم بكل تفصيلاتها الممتعة، ولذلك سأحاول من خلال الحوار الذي سيدور بيننا أن نسلط الضوء على بعض القضايا التي أثرتها والتي فعلا تحتاج إلى المزيد من الإضاءة. أنا بس بدي أنوه على يعني على نقطة صغيرة، إنه المعرض يبدأ تحديداً من تجربة ظاهر العمر بفلسطين، وفي زاوية هامة في المعرض يعني عن هاي التجربة. رح نترككم هلأ مع أنطوان شلحت، وهو باحث في الشؤون الإسرائيلية، ناقد أدبي أنجز مجموعة كتب في مجال النقد الأدبي، كما ترجم عن العبرية عدة كتب وروايات، ينشر في الصحافة الفلسطينية والعربية، ويعمل مديراً لوحدتي المشهد الإسرائيلي والترجمة في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. قديش معي؟ ربع ساعة. طيب ماشي. الصحيح يعني هو أنا حضرت لوقت أطول، بس سأختصر. طلبت أنا أن تكون عنوان مداخلتي في الحاجة إلى الرواية، بما أن الحديث هو عن الرواية والرواية التاريخية والعلاقة الجدلية بين الرواية والتاريخ. أنا أعتقد أن ثمة الكثير من الأسباب التي ترجح أننا لا نزال في حاجة إلى الرواية، وعندما أقول الرواية طبعا أقصد الأدب بمفهومه الواسع. مهما تكن هذه الأسباب سأشير إلى اثنين منها. أولا، تشاء الصدف أن يعقد هذا النشاط الثقافي للمتحف الفلسطيني في خضم ما بات يعرف باسم الحدث الأفغاني، والذي أعاد إلى جدول الأعمال الثقافي سؤالا صميميا تناوله الأخ إبراهيم وسنتناوله في الحوار معه، وهو هل يصلح العمل الروائي التاريخي أو غير التاريخي لفهم تركيبة مجتمع ما؟ ولئن كنت أفتتح مداخلتي بالإشارة إلى أفغانستان، فلأن الظرف الذي تمر فيه الآن تسبب على نحو ملفت باستدعاء العديد من الروايات التي كتبها روائيون أفغان، ولا سيما خالد حسيني وعتيق رحيمي، في محاولة لتسليط الضوء على طبيعة المجتمع الأفغاني بغية استيعاب ما يحدث الآن. لعل في مجرد هذه الواقعة المتعلقة بالحدث الأفغاني يدلل على ما ينطوي عليه عنوان مداخلتي في الحاجة إلى الرواية. وأول من يحتاج إليها ربما هم الذين لا قبل لهم بقراءة التاريخ أو الدراسات الجيوسياسية. ثانياً، لاحظت من متابعتي لكم من معقول من الكتابات حول كتب عربية صدرت حديثاً أن هناك اتجاهاً لا أملك الوسائل الكافية لتوصيف حجمه، ولذلك أكتفي بالقول إنه جنيني ربما من طرف أساتذة جامعيين وباحثين أكاديميين لتأليف كتب في قالب قصصي أو سردي أو روائي. يحضرني هنا منهما نموذجان من الفترة الأخيرة. الأول المغربي الناقد عبد اللطيف محفوظ وكتابه رهاب متعدد سيرة الطفولة الصادر سنة 2019، والمصري الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية الأداب في جامعة القاهرة، وروايته يعقوب الصادرة حديثاً هذا العام 2021. ولدى التوقف عند ما يؤكده معظم السائرين في هذا الاتجاه في معرض تفسيره أو تبريره، نعثر على مقولة تكاد تتكرر مثل اللازمة: السعي لفهم الذات والآخرين بدون الامتثال إلى القواعد الصارمة. إن الفهم هنا لا يحيل فقط إلى اكتناز المعلومات، إنما أيضاً إلى قدر من التثوير الذي يؤجج الرغبة في التغيير. لا تزال تتردد في مسامعنا أصداء مقولة تزفيتان تودوروف بأن الأدب هو أقدم العلوم الإنسانية. وفي العدد الجديد الخاص عدد يوليو تموز 2021 من المجلة الفرنسية المرموقة علوم إنسانية، إيش بالفرنسي؟ سيانسيز أبصر إيش نسيت شو. كرس العدد لموضوع أساس: كيف يمكن للأدب أن يغير حياتنا؟ ومما كتبته رئيسة التحرير إليويز ليريتي
إن الأدب يتميز بالقدرة على تغيير وجهتنا، فهو يجمع بين القدرة على تقديم الحقيقة الموضوعية وقوة الإحساس، كما أنه يحمل الإنسان إلى عوالم جديدة حيث يمكنه أن يحلم ويفكر ويتألم، وهذا ما يعطيه موقعاً رفيعاً قياساً بالخطابات الأخرى، ذلك أن قدرة المبدع على المغامرة من خلال الكتابة بالغوص في الدهاليز العميقة والمناطق الداجية التي لم يسبق اكتشافها في مسعى للإضاءة على مجهولات الذات والمجتمع، تعني أن الأدب يعلمنا أكثر من العلوم الإنسانية. ما من جنس أدبي، سواء أتعلق الأمر بالشعر أو الرواية أو القصة أو الفنون الأخرى، إلا وينطوي على إمكانات لا حدود لها لاستكشاف الأسئلة الوجودية والأحداث التاريخية والتوترات اللانهائية التي تسم علاقة الإنسان الفرد بالعالم الذي يعيش فيه، مما يقدم أوفى دليل على أن الدور الذي يطلع به الأدب اليوم في اهتمامه بالواقع يتجاوز مجرد التأثير في حياة الأفراد والجماعات إلى القيام بوظيفة استقصائية، مثله في ذلك مثل العلوم الأخرى كالأنثروبولوجيا والإثنولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ، وأيضاً التدخل من أجل ترميم العالم بعد الشروخ والتصدعات التي ما فتأت تصيبه. سأأخذ من الكلام السالف الوظيفة الاستقصائية للأدب، وسأعرض على مسامعكم بإيجاز شديد كيف يتم هذا الاستقصاء في الرواية الأدب عبر تناول تجربة الفلسطينيين وبالذات في أراضي 1948، وعبر تناول الأدب العبري الإسرائيلي باعتباري أنا باحث في الشؤون الإسرائيلية، وذلك من زاوية العلاقة بين الأزمان التي تحدث عنها إبراهيم نصر الله، الماضي والحاضر والمستقبل. مثل هذا الاستقطاء في تجربتنا المخصوصة كفلسطينيين عموما يرتبط كثيرا بالزمان الماضي الذي بكيفية معينة لا يزال مبتورا عن الزمان الحاضر. ويهمني أكثر شيء أن أستعيد على مسامعكم تجربة الفلسطينيين في أراضي 48 قبل تحول العالم إلى قرية كونية، وطبعا قبل أن يقوم أدباء في قامة إبراهيم نصر الله ضيفنا الغالي بتحويل فلسطين إلى سيرة لأرواح البشر كما يقول، وخصوصا تجربتهم خلال الفترة بين 1948 و1967. مثلما أكدت دراسات عديدة كانت نكبة 48 بمثابة هاوية صحيقة، فهي لم تخلف في فلسطين تغييرا جذريا في المجتمع الفلسطيني من حيث الديموغرافيا فقط، لكنها أحدثت أيضا هزة جوهرية في التركيبة السوسيولوجية، وأثرت إلى حد كبير على مدلولات المشهد الثقافي اللاحق في صفوف المجتمع الباقي الذي تغيرت حاله من النقيض إلى النقيض. فمن المعروف أن أكثر من 3/4 الذين بقوا ولم يطردوا كانوا من سكان القرى، أي من سكان الريف. أما سكان المدن فقد تم تهجير الغالبية الساحقة منهم من فلسطين في إبان النكبة أو بعدها بقليل. هذا الواقع أحدث اهتزازاً صاخباً وخلخلة كبيرة في جوهر المجتمع الفلسطيني الباقي الذي استفاق على واقع مغاير جملة وتفصيلاً. ومعروف كذلك أن المدن الفلسطينية قبل عام النكبة وخصوصاً يافا وعكا وحيفا لم تكن فقط مركز القيادة السياسية، ولكن أيضاً كما في معظم المجتمعات المركز الأساس للقيادة الفكرية والثقافية. وهكذا بعد نكبة 48 بقي المجتمع الفلسطيني المقيم داخل حدود دولة الاحتلال ريفياً في غالبيته الساحقة. في الوقت نفسه أخضع هذا المجتمع لحصار سياسي اجتماعي ثقافي من طرف الحركة الصهيونية التي أصبحت قيادة تلك الدولة، وتحول إلى أقلية قومية في دولة رأت ولا تزال ترى أن غايتها الرئيسة هي تطبيق الفكر الصهيوني بكل ما يعنيه ذلك من النواحي الاجتماعية والقومية والثقافية. ليس بعيداً عن هذه المدلولات، بل أعتقد أنه تحت وطأتها الثقيلة بدأت تنشط بواكير حركة الثقافة الوطنية في أراضي 1948،
وسرعان ما أضحت هذه الحركة. أنا أتحدث طبعا عن الفترة بين 48 و67، وعاء الحفاظ على الهوية القومية والوطنية في وجهة شحن الذاكرة الجماعية للفلسطينيين في الداخل بحقول خصبة من الدلالات التاريخية والثقافية المرتبطة بالنكبة وأثارها، والمرتبطة أيضا بالهوية القومية للفلسطينيين في داخل إسرائيل. تاريخيا كان الشعر هو السباق في النتاج الأدبي، ولعل أحد العوامل وراء ذلك، وإن كان ليس أكثرها أهمية، كون الشعر يستطيع أن ينتشر من دون أن يطبع، وذلك عبر الانتقال من اللسان إلى الأذن، فإلى لسان آخر وأذن أخرى، وهكذا دوالي. وكذلك إلى جانب الشعر الفصيح انتشر أيضا في تلك السنوات الشعر الشعبي الذي كان بمثابة المتنفس، والذي عبر من خلاله الباقون عن أشواقهم ومعاناتهم. يعني حسب أبحاث حتى الكثير من التربويين وعلماء الاجتماع الفلسطينيين، أن هذه التعبيرات البسيطة المباشرة البعيدة عن التكلف التي كتبت في تلك الفترة، البعيدة أيضا عن الرمز والغيبيات التي عكسها بعض الأدب وعكسها على نحو خاص الأدب الشعبي، والذي يمكن أن نضيف أنه قد تختلف الآراء حول قيمة هذه التعبيرات فنيا، لكن لا تختلف على شيء آخر هو صدقها. هذه كلها تعكس راقة أولية وخامة أصلية لثقافة وطنية فلسطينية صادقة، كانت الطاقة الدفاقة التي تدفع الشعب إلى تصعيد تصوره الذاتي من جهة، وإلى تكريس الذات على قاعدة الانتماء الفلسطيني اليقظ والواعد والمتصاعد من جهة أخرى. هذا الوعي الأولي سينعكس فيما بعد ويترجم إلى مستوى فوق أولي متصاعد، هو أيضا في إبداعات ثقافية متعاقبة نشرت في الصحف والمجلات التي كانت تغرد خارج السرب الصهيوني، أو ألقيت في المهرجانات الشعرية الشعبية المختلفة. بيد أن ما يهمنا في هذا المقام أساسا، وكما قلت أريد أن أوجز، هو أن أجيالا كثيرة من الفلسطينيين والعرب قد ترعرعت وتثقفت فيما يتعلق بهذه المسألة على شعر شاعر مثل محمود درويش خصوصا، وعلى شعر عدد من مجايليه الشعراء عموما. مثلا بالنسبة لأترابي، وأنا من أبناء الجيل الثاني عقب سنة 1948، فإن أكثر ما يرمز إبداع درويش وعدد من مجايليه إليه هو قدرته المدهشة في أن يعيدنا على أجنحة الشعر إلى ما كان قبل النكبة في سنة 1948، وكاد أن يمحوه الزمان ونوائبه. وبكلمات أخرى أستطيع أن أقول قدرة هذا الشعر على أن يعيدنا إلى مناطق منسية من حياة طبيعية عاشها شعبنا الفلسطيني، وحولتها النكبة إلى حياة غير طبيعية لا زلنا ننوء بكلكلها حتى وقتنا الحالي. بناء على ذلك، ليس من المبالغة أن نعتبر أن الفضل، على الأقل بالنسبة ربما لجيلي، أن الفضل في الحياة الطبيعية بين مزدوجين التي يعيشها الفلسطينيون في أراضي 48 الآن عائد بدرجة كبيرة إلى هذا الإبداع. في القسم الثالث والأخير من مداخلتي سأنتقل إلى حديث مختصر عن الرواية في إسرائيل، في المحور الذي آليت على نفسي أن أتحدث فيه، وهو العلاقة بين الأزمان. وسأتركز في العقود القليلة الفائتة، وفيها ما يشير إلى أن ما يسيطر على هذه الرواية الإسرائيلية هو القلق من المستقبل تحت وطأة ما كان في الماضي غير البعيد. هذا القلق هو الذي أوجد الظروف لازدهار جنر روايات الديستوبيا، ومن أبرزها في الأعوام الأخيرة روايات الثالث لشاي سريد، و2023 لقال سارنا اللي بتنبأ فيها نهاية إسرائيل 2023، يعني قفز سنة عن بسام جرار، وجبالا أرى لرعيبة ليفي. ولعل النقطة المحورية التي تبدو شديدة الوضوح على صعيد الدافع الأساس الذي وقف وراء كتابة رواية الثالث، وأن أعمل شوية علاقات عامة، التي ستصدر قريبا بترجمة عربية عن مركز مدار،
هي خشية رهيبة لكاتبها من مصير الكيان الإسرائيلي المنزلق بقوة نحو تدين تهويد الوعي والحياة. الثالث في هذه الرواية يعني الهيكل الثالث الذي يقام في المستقبل بعد أن تكون قنابل نووية دمرت مدن الساحل في إسرائيل وفي مقدمها مدينة تل أبيب، ويقف على رأسه الهيكل الثالث فلكي مرتد عن الدين يعيده التجلي الإلهي في النقب إلى دين آبائه، وينجح في توحيد من تبقوا من الشعب حوله في منطقة الجبل، ويقوم الإسرائيليون الذين نجوا بطرد الفلسطينيين، في الرواية يسميهم العماليق، من البلاد، ويؤسسون مملكة جديدة برئاسته، ويبنون الهيكل الثالث ويعودون ممارسة العبادة فيه. ولكن بعد مرور نحو 25 عاما تتورط مملكة إسرائيل الجديدة في حرب أخرى مع جيرانها العرب ينتج عنها خراب الهيكل الثالث. الكاتب هو ابن هذا المجتمع الإسرائيلي ويعيش في وسطه ويستشعر البنى التحتية الجديدة المؤسسة لما يطلق عليه تعبير الهيكل الثالث، وهو يقوم بشحن كافة مناحي الحياة في هذا الهيكل الثالث بالتصورات والعبارة الدينية كافة والعبارات الدينية كافة، بدءا من العهد القديم فالمشنا والتلمود وكتاب التسابيح والصلوات، وبالهوس العرقي في اليهودية، وذلك من أجل تأكيد طبيعة هذه البنى الجديدة وقدرتها على التدمير من جهة، وفي سبيل تأكيد طاقاتها العظيمة المستفيدة من التكنولوجيا المتقدمة بغية استعادة الوعي اليهودي واستعادة فترة حضانة اليهودية والعرق اليهودي أو الرحم الأول لليهودية من الجهة المقابلة، فتصبح هذه الاستعادة بحسب هذا النهج هي الهدف المشتهى. وفي هذه الأثناء يتم تدمير الإنسان الفرد والجماعة من خلال التمسك بهذه التصورات الأصولية واغتصاب مملكة السماء واستنزالها لتتحقق على الأرض. والكاتب قربت أخلص أنا ما تقلقوش، والكاتب يشاي سريد هو ابن أحد الساسة الإسرائيليين أيضا، وهو الوزير وعضو الكنيسة السابق يوسي سريد من زعماء حزبي العمل وميرتس وأحد رموز ما يسمى باليسار الصهيوني. وهذه الحقيقة حاضرة ضمن الرواية فيما يحيل في العمق إلى شكل من أشكال دعوة الأبناء إلى محاسبة الآباء وإن على مستوى التجريد للتحديد. ومن الحق أن يقال أن مثل هذه المحاسبة متواترة في النص الأدبي الإسرائيلي على أكثر من مستوى وتحتاج إلى ما هو أوسع من هذه المداخلة. تصل ذروة الدعوة إلى محاسبة الآباء في الثالث بالأساس في قتل الأب، وكذلك في آخر سطر من الرواية الذي يصرخ فيه البطل الراوي نفسه بعد أن ألف حاله تحت نسل المقصلة: الويل يا أبي الويل، في إشارة بليغة كفايتها إلى تأويل أن ما كان وما صار وما سوف يكون حدث بكيفية ما بجريرة ما اقترفه الآباء الذين يضرس أبنائهم الحصرم ضمن سياق ما يعرف باسم التجربة الإسرائيلية الصهيونية. ومن الملفت على وجه الخصوص أنه في العامين والثلاثة أعوام الأخيرة نشهد صدور المزيد من الروايات الديستوبية الإسرائيلية، لعل أبرزها هي لكتاب قرروا أن يقتحموا عالم الأدب من صفوف المؤسسة العسكرية والأمنية. من هذه الروايات سمك القرش لمشكا بن دافيد وبطل لأريك تشيرنياك، وغدا تنتهي موجة الحر الخمسيني لإسحاق نير. والقاسم المشترك بين جميع هذه الروايات هو توقعاتها القاسية حد التنبؤ بمثول تهديد جدي على وجود دولة إسرائيل. ووفقا لما نشر بشأن الكتاب الثلاثة فلكل منهم خبرة أمنية عملانية ذات صلة بمضامين الروايات التي ألفوها، فقد خدم نير وتشيرنيا كطيارين حربيين في سلاح الجو الإسرائيلي، بينما أشغل بن دافيد منصبا رفيعا في جهاز الموساد. إن كل ما تقدم وبهذا ألخص يفيد في أن هناك حاجة للرواية في عالمنا، وبالذات الرواية التي تستقصي الواقع. وفي تجربتنا كفلسطينيين وربما كعرب، وبالتأكيد في تجارب شعوب أخرى، أمريكا اللاتينية مثلا،
الحياة الأدبية لا تنفصل عن الواقع الذي يواجه الكاتب. يبقى السؤال، هل هي كذلك لأنها تلبي حاجة حيوية للقراء، أم لأن من شأنها أن تغير الحياة؟ وهل بوسع الرواية أن تجمع بين الأمرين؟ أخي إبراهيم، إذا كنت سمعت هذا السؤال، هذا هو أول سؤال سأوجهه إليك كي نتابع الغوص على مكنونات العلاقة الجدلية بين الروائي والتاريخي. هل أنت تكتب مثل هذه الرواية لأنها تلبي حاجة حيوية للقراء، أم لأن من شأنها أن تغير الحياة؟ وهل تستطيع أن تجيبني على سؤال إذا ما كان بوسع الرواية أن تجمع بين الأمرين؟ شكرا لكم. تفضل أستاذ إبراهيم. شكرا لك. يعني أنا بعتقد إن لم تؤثر في القراء لم تغير الحياة، وبالتالي هناك ترابط بين المسألة. يعني رواية غير مقروءة لن تؤثر في الحياة، رواية غير منتشرة لن تؤثر، لكن أنا شخصيا أؤمن بأثر الرواية في الحياة، بقوة الأدب دعنا نقول. ودائما أضرب مثلا بنفسي، يعني حينما كنت شابا في بداية في مطلع العشرينيات من عمري، وكنت مدرسا في المملكة العربية السعودية في الصحراء، ما حدث أنني للمرة الأولى هناك قرأت أعمال غسان كنفاني. وللحق حينما قرأت هذه الروايات انتابني حس بأنني نجوت من الخزان بطريقة ما، يعني كأن أكون أعاني من رهاب الأماكن المغلقة، فقررت أن أنزل وأدور حول المركز الأمني أو أفعل أي شيء على أن لا أكون في الخزان. لكن فعلا حينما قرأت روايات غسان أحسست أنه علي أن أعود فورا، لأنني في الاتجاه الخطأ. وفي ظني أنني لو لم أقرأ غسان كنفاني لما عدت ولما كنت هذا الإنسان الذي أنا عليه اليوم. اليوم نحن أيضا يعني بإمكاننا أن نلمس قوة الأدب في الحياة في قرائنا، لأن وسائل التواصل مع القارئ أصبحت وسائل سهلة. وأيضا يعني هناك إذا ما يعني حظي الكاتب بناشر محترم فإنه سيعرف أيضا مدى تأثير مدى قراءة أعماله ومدى تأثير هذه الأعمال انتشارا على الأقل. فحينما أنظر إلى بعض الروايات في الملهى وقد طبعت 25 طبعة أحس أن هناك أمل، هذا غير النسخ المزورة، غير مواقع البي دي اف التي فعلا يعني يجري إنزال يعني عشرات الآلاف من النسخ فيها كما نرى بسهولة. ولذلك يعني أنا معك في سؤالك وفي استنتاجك، وأيضا في تجربتي الحياتية التي ربما أعتبرها إجابة. طيب أخي إبراهيم، بدي أكمل في نقطة اللي أنت أثرتها، إنه الأدب الفلسطيني مثلا أدى إلى تغيير الكثير من المواقف على مستوى العالم فيما يتعلق النظر إلى قضية فلسطين. أنا أعتقد أنه أيضا يعني سائر أيضا الفنون وليس فقط الأدب، خصوصا أيضا الفنون المشهدية مثلا السينما بالتأكيد ساهمت ربما في تغيير النظرة في العالم الواسع إلى قضية فلسطين. يعني واسمحوا لي أعتذر منكم، ربما أكثر من مساهمة الكثير من الساسة الفلسطينيين. فيعني أنا اللي بدي أتحدث معك حوله، إنه يعني نحن نعيش الآن في عصر الصورة، وأنا أعلم أن قناديل ملك الجليل أيضا حولت إلى مسرحية. فهل تعتقد أن يعني هذا التزاوج بين الأدب المكتوب الرواية والفنون المشهدية يمكن أن يساهم أكثر ربما في توصيل الرسالة التي يتطلع المبدع الفلسطيني إلى توصيلها من خلال النص المكتوب؟
شكرا. يعني حقيقة نحن نعرف أنه أثر السينما بشكل أساسي، أثر التلفزيون بشكل أساسي كبير جدا، لأنه هو بخاصة التلفزيون الذي يستطيع أن يدخل إلى أي بيت، بخلاف الكتاب الذي لا يستطيع، ونأمل في يوم من الأيام أن يكون قادرا على الدخول إلى أي بيت. لكن عصر الصورة هذا بالنسبة للفلسطينيين أنا أعتقد عصر مقيد منذ حوالي، دعني أقول يعني لا يقل عن 15 سنة، لأنه من تجربتي في هذا المجال مع رواية الزمن الخيول البيضاء، وكان وحولت يعني كتبت السيناريو وكان حاتم علي سيخرجها في عام 2008 وجرى الاتفاق وتوقيع كل ما يلزم، ووضعت ميزانية أيامها بحدود 8 ملايين دولار لإنتاج هذا العمل، لكن فيما بعد اكتشفنا يوما بعد يوم أننا لم نجد أي فضائية عربية مستعدة لأن تبث زمن الخيول البيضاء على شاشاتها. وكأن ما نراه اليوم من هذا التطبيع الإبراهيمي الذي لا ينتمي لي مطلقا وأنا بريء منه، وكأن كل هذه الأمور كانت قائمة من زمن. يعني فمثلا إحدى الفضائيات قالت نحن نحب الرواية ومقتنعين بالرواية ومقتنعين بالسيناريو وكل هذه المسائل، لكن إذا قمتم بتغيير المكان الذي تدور فيه الأحداث سننتج العمل وسنبثه. هذه يعني بمعنى ألا تكون الأحداث في فلسطين، زمن الخيول أن تصبح في واقع الواقع. يعني فضائية أخرى قالت نحن يعني فعلا بنحب أنه نعمل هذا المسلسل، لكن إذا سمحتم لنا بأن ننتج الجزء الأول من هذا المسلسل كمسلسل بدوي، أيضا هذه سخرية سوداء لا تقل عن الأولى، فنحن سننجز هذا المسلسل. حقيقة يعني أريد أن أشير كمان إلى مسألة، أنه يعني ربما أعتبر نفسي من الكتاب الذين يهتمون كثيراً بالسينما داخل أعمالهم، ليس قراراً بمعنى، لكنه شيء طبيعي، لأنه علاقتي بالسينما علاقة طويلة وعلاقة مؤثرة في حياتي، وكتبت كتابين عن السينما، وبالتالي يعني أفرح حينما يقال أو يعوض علي قليلاً حينما يقال أننا نرى ونحن نقرأ قناديل ملك الجليل، نشم ونحن نقرأ قناديل ملك الجليل، نسمع أو رواية أو أي رواية أخرى. وأيضا من المفارقة أنه يعني هذه العلاقة القوية مع السينما، بيني وبين السينما وبين رواياتي والسينما، يعني عباس أرناؤوط وهو مخرج كبير للغاية حينما قال لي أنني معجب بقناديل ملك الجليل وأحب أن أخرجها، قلت له سأكتب السيناريو، قال لي لن تقترب من هذه الرواية، سأخرجها صفحة صفحة كما هي مكتوبة. هذه أيضا سيناريو في نفس الوقت، لكن من المفارقة أنه وجدت هذه الروايات ست روايات أو ستة عروض، وجدت نفسها في المسرح، منها قناديل ملك الجليل، زمن الخيول البيضاء، أعراس آمنة، حرس المدينة الضائعة الآن، مجرد اثنين فقط. لكن سنعترف دائما ونتمنى أن نستطيع أن نصل إلى الشاشة، سواء السينما أو التلفزيون. لكن أحب أن أشير أيضا أنه علاقة مخرجينا الفلسطينيين مقطوعة تماماً مع الأدب الفلسطيني، ومن المفارقة المحزنة أن الروايتين الفلسطينيتين الوحيدتين اللتين قدمتا في السينما، قدمهما المصري توفيق صالح، قدم رجال في الشمس باسم المخدوعون، وقيس الزبيدي الذي قدم رواية عائد إلى حيفا في فيلم. أما بقية الكتاب المخرجين الفلسطينيين فللأسف الانقطاع كامل. وأيضا طبعا يعني هي رواية فلسطينية، يسري نصر الله قدم باب الشمس،
ويسر نصر الله أيضا قدم به الشمس. طيب أخي إبراهيم، بدي أرجع لقناديل الملك الجليل وإلى عتب، يعني إلى عتبة النص. لفت نظري أنك ثبت أمرين، الأول مقولة أنا لا يعنيني ما تؤمن به ويعنيني ما الذي تفعله بهذا الإيمان، والثاني هو أن إهداء الرواية هو إلى ولديك مي وعلي وربيع جيلهما. تقول لهذا الجيل رحلة البحث الجديدة هذه عن جذور أعمق. وبرأيي تتداخل هنا قضيتان، العلاقة بين التفكير والممارسة، والعلاقة أيضا بين الأزمان والأجيال. يعني إلى حد ما يمكن أن تدخل هنا أيضا العلاقة بين الأبناء والآباء، يعني كما تدخل مثل هذه العلاقة في الروايات الإسرائيلية التي تحدثت عنها. فأنا أريد يعني أن توسع دائرة الضوء. أولا يعني ما هو رأيك فعلا في كل قضية العلاقة بين التفكير والممارسة في تجربتنا كفلسطينيين، ودور الأدب في تعزيز هذه العلاقة، وكذلك دوره في تعزيز العلاقة بين الأزمان وبين الأجيال؟ تفضل. شكرا لك. حقيقة يعني أول ما أنظر إلى مسألة الأدب والتفكير والممارسة، لن يحقق الأدب الأثر الذي نريد مطلقا إذا لم يكن هناك اشتباكا حقيقيا بين الكتاب الذي يكتب والنوع الأدبي الذي يكتب فيه. بمعنى عليك أن توجد في الأدب حتى توجد في الحياة، وربما أشرت لهذه المسألة قبل قليل. ولذلك التحدي الأكبر كان للكتابة الفلسطينية أن تكون كتابة يعني تمتلك مقوماتها الإبداعية التي تؤهلها لأن تكون بجانب الأدب العربي أولا، وبجانب النصوص العالمية إذا ما أتيح لها أن تترجم. وهذا أول اشتباك حقيقي، وبغيره لا نستطيع أن نحقق أي شيء. الاشتباك الثاني أنا أعتقد والتفكير والممارسة قائم في كل موضوع تتناوله ككاتب. يعني حينما وفي اختياراتك في تناول موضوعك، حينما تذهب إلى الملهى الفلسطينية لتكتب الملهى الفلسطينية، فأنت وضعت خيارك الحياتي الكامل رب في هذا المشروع لتقدم شيئاً ما تحس أحياناً، أو كما قلت في فترة ماضية، أنني حينما كتبت رواية زمن الخيول البيضاء لم كنت بحاجة إليها كقارئ، كنت أبحث عن هذه الرواية ولا أجد هذه الرواية التي تقول لي كيف كانت فلسطين وكيف ضاعت فلسطين وما هي الحياة الفلسطينية قبل النكبة. إذا لم تحس بهذه وهذه ممارسة وهذه اشتباك وهذه أيضا طرح رؤية، لأنه أنت لا تذهب لتقدم خراريف عن فلسطين. الخراريف تحكيها أمك بالليل وجميلة، وممكن أن تستغلها بصورة ما في الأدب، لكن حينما تستخدم القصة أنت تستخدمها لتقول شيئا عبر هذه القصة. إذا لم تملك القول أو تملك الرؤية في هذا المجال، ففي ظني أنك لن تستطيع أن تقدم ما تريد. وبالنسبة للأدب الفلسطيني، أنا الأثر الذي فعله الأدب الفلسطيني في بناء الهوية الفلسطينية، أنا بعتقد لم يلعبوا أي نوع من الأنواع الفكرية على الإطلاق. يعني الأدب الفلسطيني فعلا ساهم في بناء الروح الفلسطينية. وحينما جاءنا الأدب المقاومة، تغير العالم العربي كله وليس الفلسطيني فقط. ولذلك يعني الحديث عن الأدب الفلسطيني ودور الأدب الفلسطيني أظن يعني بات محسوما تماما. والآن يعني نحس أيضا فيما يحدث من تأثير في أجيال جديدة لم تعرف فلسطين ولم ترى فلسطين ولا تتخيلوا كم هذا التأثير. يعني حين تلمسوا يعني تحس بهذا الأثر المذهل يعني من التأثير العميق جدا الذي يعيد بناء فلسطين، كما لو أن الأدب
وسمعتها أكثر من مرة، كما لو أن الأدب هو آلة الزمن الذي تنقل شاب وشابة اليوم الفلسطيني أو العربي ليذهب ويعيش حياة الفلسطينيين قبل 48 وبعد 48 وهو في القرن 18. كل هذه المسألة أنا أعتقد قائمة دائما. علاقة الآباء بالأبناء أنا أعتقد يعني ستبقى دائما هي علاقة متضاربة متآخية طبيعية تماما ربما كالعلاقة بين الأدب في مراحل تطوره والانقطاعات والاتصالات. يعني تأتي قصيدة السبعينات تنفصل عن قصيدة الستينات، لكن من قال أنها انفصلت عنها تماما؟ أنها متواصلة فيها. فهذا التكامل أنا أعتقد الموجود، هذا الإدهاش، يعني في رواية دبابة تحت شجرة عيد الميلاد أقول لقد أصبحنا أبناء أبناءنا، لأنه هناك جيل جديد أصبح هو الأب أكثر مما يعني نحن الآباء. وكل ما يحدث من ثورات فلسطينية من الستينات حتى اليوم يلعب فيه الابن دور الأب لأبيه، وربما هذا أجمل ما في الوضع. شكرا. شكرا أخي إبراهيم، شكرا جزيلا. بدي طبعا أفتح المجال للجمهور، يعني طولنا عليكم معليش تأخذوناش، اللي بحب يضيف أسئلة مداخلة يعني المجال مفتوح إلكم، تفضلي. شكرا أستاذ أنطوان وأستاذ إبراهيم. تحدثتوا كثير عن أهمية التوثيق الجانب التاريخي، أكيد بالرواية التاريخية تحدثتوا عن الذاكرة وأهميتها، كل هذا مهم وضروري، بس عندي سؤال، إيش دور الخيال في الرواية؟ وخاصة يعني أنا عم بحكي عن حقبة زمنية 48، أنا كل ذاكرتي الدقيقة جداً لا 48 هي عن صفوريا وعن المسرحية اللي جسدها الفنان عامر حليحل، كل ذاكرتي عن القدس كيف هي بالثلاثينات بالأربعينات من الأخت هالة سكاكيني في كتابها السيرة الذاتية. فسؤالي هون يعني ما عندي صورة دقيقة لإيش الحياة الاجتماعية والفنية قبل الـ 48، فبفكر في كمان دور مهم للخيال، وين يعني برضو بحب أسمع رأيكم وين بيقعد الخيال في الرواية التاريخية، إنه وكمان يعني إيش الخط الفاصل بين الرواية التاريخية وبين التاريخ بصفي. شكرا، وصلت الفكرة. شكرا. مين بحب؟ شكرا، شكرا لك. ثلاث أسئلة ونعمل استراحة نجيب عليها بعدين نفتح المجال، يعني ثلاثيات. تفضل دكتور سليم. شكرا. لفت انتباهي في مداخلة زميلنا أنطون الإشارة للجانب الديستوبي في الأدب الإسرائيلي. نعم. والملفت إنه هذا الجانب تقريبا مفقود حسب علمي ومعلوماتي محدودة في الأدب الفلسطيني، يعني مش بس الديستوبي، الأدب الطوباوي أيضا مفقود في بعض النصوص القليلة جدا. لما يصير في عنا أزمات تاريخ في حياتنا نهرب للوراء، وهذا الحكي بينطبق على أخينا إبراهيم نصر الله في دراسات في روايته التاريخية ممدوح العدوان وجمال الغيطاني إلى آخره. بس الأدب اليوتوبي كتير كتير محدود. نعم. ويمكن أنا بقدر من قراءاتي المحدودة بفكر برشيد الضعيف، يمكن عارف العارف في روايته رؤياي. بس كيف بتفسر أو كيف بتفسروا غياب هذا الجانب في الأدب الفلسطيني؟ شكراً. ثالث عادل، اتفضل.
شكرا. أنا في عندي بعض الملاحظات وفي عندي سؤال للأستاذ إبراهيم. أول إشي طبعا بدي أحيي دكتور سليم تماري، لأنه دكتور سليم تماري هو كمان كان معنا في الورشة الأولى البحثية الأولى، خلينا نقول التأسيسية، في ديسمبر 2018 لهذا المعرض. فشكرا دكتور سليم، ودكتور سليم كمان راح يكون موجود معنا خلال هذا العام في البرنامج المعرفي. فهذه أول ملاحظة. ثاني ملاحظة، العنوان لهذه الندوة هي بناء الوعي وتشكيل المخيال الفلسطيني تاريخيا وجغرافيا وثقافيا حول الساحل من خلال الأدب. بس بحب أرجع الموضوع كذلك للمعرض. المعرض اللي إحنا بصدده هو نوع من الرواية كذلك الأدبية، لأنه بيستعمل الأدوات الفنية. في عنا مثلاً تدخلات فنية للفنانة منار الزعبي مثلاً، مبنية على أدب إميل حبيبي. في عنا تدخلات فنية إضافة إلى المادة الوثائقية. فأنا بشعر إنه المعرض اللي راح نقدمه هو نوع من الرواية، ولكن الرواية اللي ما بنقرأها بمخنا، ولكن نقرأها بالمشي خلال أروقة المعرض. فأنا سعيدة بهذا التجاوز. فبشوف أنه الرواية هي نوع من الاستعارة للمعرض، وخاصة لما بدأ الأستاذ إبراهيم يحكي عن تجربة الكتابة والبحث، أنا حسيت أنه إحنا رجعنا لسنة للخلف لما بلشت زميلة إناس في البحث التاريخي المضني عشان لتجهيز المعرض. فحسيت كأنه إحنا في نفس العملية. وهون بيجي السؤال، واحدة من الأسئلة اللي كانت مطروحة في الأول هي كيف إنه إحنا بدنا نقدم تجربة ظاهر العمر، ولكن من دون تقديسه ومن دون جعل منه، يعني تحميله رموز حدثية أكثر مما هو بتحملها. فلأنه هذه كانت واحدة من الأسئلة في الورشة الأولى اللي حكينا عنها. فكيف كانت تجربتك أستاذ إبراهيم في تناول هذه الشخصية اللي حكيت عنها، ملحمية وإلى آخره، بس من دون ما توقع في فخ التأليه أو تحويله لأيقوني؟ تفضل أستاذ إبراهيم، وبعدين نفتح المجال لثلاثة أسئلة أخرى. شكرا. صحيح، يعني حابب أشير قبل البداية، قبل أن أبدي يعني بداية الإجابة على هذه الأسئلة، إلى التاريخ فعلا الذي استندت إليه كثيرا حينما كتبت قناديل ملك الجليل، وحينما كتبت بعض الروايات الأخرى. أولا، أنا أحس أن هناك اتجاه جديد في التاريخ في لدى المؤرخين الفلسطينيين، وهذا اتجاه لم نكن نجده لدى كثير من المؤرخين العرب، وهو ربما تيار جديد اليوم. اليوم هناك حياة يعني نابضة في كثير من كتابات المؤرخين الفلسطينيين، يعني محمد عزت دروزة، عارف العارف، مذكرات خليل السكاكيني، إحسان النمر، واصف جوهرية، هاي تشكل جزء من التاريخ اليومي، إضافة إلى يعني ما يكتب مصطفى كبهة وعادل مناع ومحمود يزبك وجوني منصور وسليم تماري، وما تكتب أنت أخي أنطوان وإلياس نصر الله والكثير. هناك يعني نمط من البحث التاريخي صحيح يغوينا أو يغويني شخصيا بكتابة روايات جديدة، وهذا لم يكن يحدث كثيرا حينما يقرأ الإنسان كثير من الكتب التي يعني متوافرة بعيدا عن هذا الاتجاه. ولذلك هذا اتجاه أحييه وأعتبره جزء فعلا من روايتنا، وجزء حي من روايتنا، وليس جزء علم من روايتنا، وليس جزء وقائع من روايتنا، هو جزء حياة من روايتنا. بالنسبة للخيال يعني والرواية، السيرتين المكتوبات عن ظاهر عمر في تقديري إذا طبعتهم يعني أدوب يجوا 100 صفحة، يعني ليس أكثر من ذلك، لكن إحنا نتحدث عن رواية قناديل ملك الجليل هي 560 صفحة. عليك أن تتخيلي كم بذل من جهد لبناء التفاصيل اليومية للحياة الفلسطينية، بناء الشخصيات، إيجاد بعض الشخصيات
يعني وسأعترف مسألة بمسألة أنه زوجة والده لظاهر العمر ترد يعني في أسطر قليلة جدا في السير الذاتية لظاهر العمر، لكن هذه الأسطر القليلة منها بنيت شخصية أنا بعتبرها من أجمل الشخصيات التي كتبتها في حياتي، لي شخصية نجمة. هل يعني أدت دور الحياة الثقافية في فلسطين قبل 48؟ يعني نعرف أن فلسطين كانت عامرة تماماً، يعني في سنة 1912 كان هناك فرقة باليه في فلسطين، كان المازني يقول إذا لم، وهو واحد من أكبر كتاب مصر، يقول إذا لم تعترف بك فلسطين كاتباً فلن يعترف بك العالم العربي. كان معظم الكتاب العرب والشعراء العرب الكبار كانوا يأتون، والمسرحيون والفنانون، كان حياة فعلا زاخرة في فلسطين ومدهشة. وكما أشار أخي جون منصور ذات مرة، يعني كانت فلسطين تستهلك ربع أو ثلث المطبوعات المصرية. هذا شيء مدهش حقا، في أنه شعب ممتلئ ثقافة، وفي ظني هذا هو السر، أن هذا الشعب يعني استطاع أن يستوعب بسرعة خلال 10 سنوات فقط، وأن ينهض من جديد رغم أنه وضع في نقطة الصفر بعد عام 1948، وأن يؤسس أدباً يغير في الأدب العربي كاملاً. هذا لم يأتي عبثاً، هذا جاء من تراث أدبي ممتد ومؤثر موجود في فلسطين. شكراً. بدي أرد على الدكتور سليم والعزيز عادل، وأنا بدي أعلق عليه. يلا تفضل. أوكي. أخي الدكتور سليم، يعني هل رواياتنا هروب من الحاضر؟ بالتأكيد لا، يعني أنا لدي 22 رواية، الرواية الوحيدة التي أعتبرها رواية تاريخية هي قناديل ملك الجليل فقط. يعني زمن الخيول البيضاء الشخصية الوحيدة الموجودة فيها هي شخصية فوزي القاوقجي، وهي شخصية قلبتها تماماً. يعني حينما ذهبت إليها وكتبت شخصية القاوقجي كتبتها مضادة لكل ما كتبه المؤرخون عن هذه الشخصية تماماً، وبالتالي يعني للحظة ما كنت أعتقد أنه إذا زل قلمي في هذه المجال فستدمر الرواية، لكنها لم تدمر. هناك رواية عن المستقبل هي حرب الكلب الثانية التي فازت بجائزة البوكر عام 18. هناك رواية حرس المدينة الضائعة التي كتبت عام نشرت عام 98، وكانت تتأمل عمان في سنة 2020 كيف ستكون فارغة من الناس، و للمصادفة أن هذا حدث. هناك مشروع الشرفات الموازي لمشروع الملاهي الفلسطينية، هناك الحديث عن السلطة، هناك الحديث عن جرائم الشرف، هناك الحديث عن الفساد الجامعي، هناك بالعكس. يعني أنا بعتقد أنه يعني على الأقل أنا واحد من الناس اللي عايشين تماما في الحاضر، بحيث الماضي لم يكن إلا هناك إلا رواية تاريخية بالمعنى التاريخي، لكن أرى أن كل حقيقة أرى أن الرواية التي تكتب اليوم هي رواية تاريخية، والتاريخ لن يفهم هذه المرحلة إلا إذا قرأ رواياتنا مستقبلا، كما أننا لا نستطيع أن نفهم الماضي إلا إذا قرأنا التاريخ. اليوم هناك روايات فعلا هي التاريخ، هي التاريخ الداخلي للبشرية، وبدونها لن نستطيع أن نفهم حركة التاريخ وحركة المجتمع وحركة الحياة. ولذلك الآن أعتبر الرواية مصدر من مصادر التاريخ، كما كان التاريخ هو مصدر من مصادر الرواية. تفضل أخي أنطوان حتى ما أكمل أنا، في عندك بس دكتور سليم، يعني ملاح سؤالك ما جاوبش عليه، ليش يا إبراهيم؟ لا أنا كنت بدي أعطيك مهلة لتجاوب أنت بعدين أجاوب. طيب طيب.
دكتور سليم، ملاحظتك يعني دقيقة مثيرة. أنا مش دارس يعني كل الروايات العربية، يمكن جانر اليوتوبيا ضعيف في الرواية العربية، صحيح. جانر الديستوبيا عند الفلسطينية أنا بفكر غير قائم، لأنه إن عايشين الديستوبيا، عايشين فيها في العيش طبعا، فهو واقعهم ديستوبي يعني. بال 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 بالعالم العربي هناك روايات ديستوبية يعني يكتبون، يعني مثلا آخر ما قرأت من النماذج للكتاب الديستوبي في مجموعة قصصية صادرة في مصر لكاتب شاب اسمه روبير الفارس، اسمه نيافة الراعي والنساء، ففيها يعني كل مقومات ال اسمها نيافة الراعي والنساء، إن شاء الله أكون متذكر هذا الاسم، نيافة الراعي والنساء روبير الفارس، ففيها كل مقومات الأدب الديستوبي. فيما يتعلق بالأدب الإسرائيلي، الشيء الحلو هناك يعني أنا ما تعمقت بهاي، بس إذا أسعفنا الوقت يعني يمكن في المستقبل أن نتعمق بذلك، هو إجراء مقارنة بين الأدب اليوتوبي، لأنه بالتجربة الصهيونية الإسرائيلية هناك أدب يوتوبي، يعني هرتزل نفسه كتب رواية يوتوبية، ألت نويلاند يوتوبيا، الأرض القديمة الجديدة، وكتبت يوتوبيات أخرى طبعا، يعني تنبأت بالمستقبل، بناء ما يسمى بالوطن القومي. فمهم جدا أن نجري مقارنات بين اليوتوبيات العبرية والديستوبيات العبرية، يعني كيف جرى الانتقال من اليوتوبيا للديستوبيا في العلاقة بين الأزمان والأجيال المختلفة. فيعني ملاحظتك جيدة، بتضيق لنا يعني عزاوي جديدة ربما يجدر أن نخوض فيها بحثا واستقصاء. تفضل أخ إبراهيم، جاوب بالله كله ولا سؤال عادي لأرجوك. لا، سؤال يعني على العين والرأس. صحيح، يعني هم من الصعب أن يتحدث الإنسان عن الشخصية التي كتبها، خاصة بعد صدور الكتاب. يعني أنا أحس أنه أنتم الآن من تحكمون على هذه الشخصية، هل تعامل مع الكاتب فعلا كشخصية مقدسة، هل حملت هذه الشخصية أكثر مما يجب؟ في ظني أني حاولت التعامل معها كشخصية، كإنسان بصفاته كلها، إنسان يخطئ وإنسان يصيب وإنسان يرتكب خطأ كبير وإنسان يعدل هذا الخطأ، كإنسان أيضا محكوم بمصيره وبما يحيط به من البداية إلى النهاية، لأنه ليس شخصية ظاهر العمر ليست معزولة عن المحيط المؤثر به، سواء كان هذا المحيط هو العائلة أو سواء كانت الدولة العثمانية أو سواء كانت تحالفاته الخارجية. حاولت قدر الإمكان أن أقدم إنسانا، وفي ظني إذا لم نفعل ذلك نكون قد أخفقنا كثيرا في تقديم أي شخصية نكتب عنها، سواء كنا نكتب سيرة ذاتية أو سواء كنا نكتب عن شخصية مضادة لنا أو شخصية وقعنا في حبها أو شخصية بين هذا أمر لا تستطيع أن تقفز عنه وتتجاهله حينما تكتب رواية. ورواية هو ليست ظاهر العمر فقط بالمناسبة، لأنه ظاهر العمر إلى جانبه على الأقل هناك 100 شخصية، يعني أيضا هذه الشخصيات تحتاج كل شخصية أن تمعني بها تماما، سواء كان عمر هذه الشخصية شهر من الزمان أو عمرها 100 عام، عليك أن تهتم بها كلها وتوليها الرعاية الكاملة. شكرا. شكرا عادلة، بس بدي أعلق على الجواب أخي إبراهيم، إنه نحن نسأل الكاتب، يعني والكاتب يمكن أن ينظر لأدبه أنه أنا فعلت كذا وفعلت كذا، بس أنا بعتقد أنه الجواب عن هذا السؤال نحن من نملكه وليس الكاتب، أو
هنا يأتي مثلا دور النقد. طبعا هذا موضوع قائم بذاته، هل ما يزال هناك نقد أدبي بالمفهوم، يعني النقد الأدبي، أم أنه فقط هناك دراسات أدبية هي يعني تتقصد أن تكون دراسة أدبية وليست نقدا أدبيا بالمفهوم المتعارف عليه للنقد. لذلك الجواب عن سؤالك أنا بظن أنه يكمن فينا أكثر من الكاتب، لأنه إبراهيم ممكن أن يتحدث من الآن حتى شروق شمس اليوم التالي عن قناديل ملك الجليل ويقول أنا فعلت كذا وأردت كذا. هل فعلا هو وصل إلى النتيجة التي المشتهى كما يقولون؟ الحكم يكون لنا. فشكرا. طيب بناخذ كمان آخر ثلاث أسئلة إذا بتسمحوا، ونتأمل إنه ما نكونش يعني أثرنا الملل والضجر بصفوفكم. إذا في كمان أسئلة تفضلوا، إذا لا خلينا نقفل هذه الجلسة ونخرج إلى استراحة لنعود بعدها لعقد الجلسة الثانية. طيب ايش صار؟ خلاص. طب ابدا بالتعريف، نقدر نبدا بالتعريف بسرعه يطلع. نبدا دكتور عادل مناع، يلا. طيب نبدا. طيب مرحبا، وصلنا للجلسة الثانية. راح يكون فيها معنا دكتور عادل مناع ودكتور محمود يزبك على زوم راح يكون، وراح تكون معنا كمان قيمة المعرض الضيفة إناس ياسين. الدكتور عادل مناع راح يقدم مداخلة عن الفردوس المفقود، عكا عاصمة ظاهر العمر وحكومة عموم فلسطين في غزة. طيب الدكتور عادل مناع مؤرخ فلسطيني متخصص بتاريخ فلسطين في العهد العثماني وباحث في الدراسات الإسرائيلية وخصوصا فيما يتعلق منها بتاريخ الفلسطينيين الذين بقوا بعد النكبة عام 1948، وكمان هو كان من الأكاديميين الاستشاريين لمعرض بلد وحده البحر. كمان بعدها راح ننتقل لمداخلة للدكتور محمود يزبك بعنوان يافا المشهد الثقافي في أواخر العهد العثماني. دكتور محمود يزبك هو مؤرخ وباحث فلسطيني من مواليد الناصرة، يعمل محاضراً أو كان يعمل محاضراً في قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، وهو حاصل على درجة بروفيسور من الجامعة العبرية في القدس. بعد هيك راح ندخل لمداخلة أقرب شوي للمعرض مع إناس ياسين. إناس ياسين هي فنانة وقيمة معارض تتناول ممارساتها الفنية المتعددة الوسائط التحولات المدينية والاجتماعية في فلسطين منذ أواخر الثمانينيات. تبدو؟ طيب مساء الخير. أنا سعيد جدا بوجودي هون، وخاصة إنه المناسبة هي الافتتاح الأسبوع القادم لمعرض اللي واكبته وشاركت فيه، ومبروك طبعا لكل من عمل على هذا المعرض. وبما أني كنت مستشار تاريخي أو أكاديمي للجانب التاريخي لهذا المشروع، فمحاضرتي راح تكون كما ذكرت مرح عنوانها عن الفردوس المفقود بين عكا عاصمة ظاهر العمر 1748 وحكومة عموم فلسطين في غزة 1948. فطبعا العنوان يحيلنا إلى قضية التحقيب، تحقيب بمعنى البريودايزيشن بالكلمة الجديدة عليه، بمعنى إمتى بنبدأ حكايتنا في رواية تاريخية وشو المحطات تبعتها وإمتى بتنتهي. ومش صدفة إنه اخترنا
وأنا سعيد أنه أنا شاركت في هذا الاختيار ب 1748، خاصة أنه الموضوع هو موضوع الساحل الفلسطيني، بداية بناء عكا كعاصمة لظاهر العمر طبعا حتى وفاته 1775، والنهاية رمزية ولكنها نكبوية، بمعنى إقامة حكومة عموم فلسطين التي البعض يسميها ولدت ميتة أو ولدت بعد فوات الأوان ومصطلحات أخرى. عندي بعض الملاحظات أولاً كمقدمة للمداخلة اللي هي راح تكون بانورامية إلى حد كبير، لأنه ليس من السهل طبعاً الحديث عن قرنين من الزمان، ولذلك راح أختار محاور معينة ونظرة بانورامية حول الموضوع اللي هو طبعاً محاور برضو المعرض نفسه. هناك اعتقاد سائد، أو خلينا أقول للأسف ما زال هناك اعتقاد سائد يجانب الصواب، بأن حكم الأتراك بين قوسين العثمانيين هو المسؤول عن تأخر العرب في العصر الحديث. يعني رغم أنه في عندنا دراسات تاريخية كثيرة جديدة تثبت غير ذلك، إلا أنه الرواية القومية العربية اللي حملت العثمانيين وزر تأخرهم واتهمت الحكم العثماني بقرونه المديدة بأنه يمتاز بالتأخر والاضطهاد والكبت وإلى آخره من المسميات، وأنه هو كان المسؤول عن وصول العرب إلى ما وصلوا إليه مقابل الحداثة، مقابل أوروبا في أواخر العهد العثماني وبداية القرن العشرين. لا، ترتكز هذه المقولة من وين جاي، شو مصدرها؟ ترتكز هذه المقولة على الرواية التاريخية القومية كما ذكرت، وأيضاً على الذاكرة الشعبية في تلك الفترة بداية القرن العشرين لعقود أواخر العهد العثماني، يعني ثورة الشبان الأتراك وسياسة التتريك 1908، وطبعاً ما بعدها حتى الحرب العالمية الأولى، سنوات الحرب العالمية الأولى بالجراد والقحط، اللي أحد كتب الدكتور سليم بيتحدث عن الفترة هاي، سنوات الحرب العالمية الأولى. فهذه الذاكرة الشعبية مع الرواية التاريخية القومية عززوا بعض، طبعاً بالإضافة إلى السياسي والمطامح السياسية للنخب التي تعاونت مع بريطانيا وفرنسا، وجاءت إلى حد كبير الكتابات التاريخية حتى تبرر لهذا التعاون، خاصة بعد ما تبين لاحقاً أنه هذا كان تعاون كارثي من ناحية المنطقة العربية، لأن الإنجليز لم يحترموا وعودهم للعرب وإنما احترموا أكثر وعودهم للآخرين، لفرنسا من جهة وللحركة الصهيونية من جهة أخرى. فإذا قلنا أنه كانت نتيجة هذا الاعتقاد السائد أو هاي الفكرة أو المقولة بوصف القرون الأربعة للعهد العثماني بأنها اختزالها بالظلم والقهر والجهل وإلى آخره. دعونا الآن، يعني هاي كانت ملاحظة لها أجزاء معينة أولى، قبل الغوص في التاريخ المحلي اللي يعني المعرض يعالجه ل 200 سنة في المنطقة الساحلية خاصة، فدعونا إنه نلقي بعض الضوء على الدولة العثمانية والعالم في هذه الفترة. يعني إحنا عادة كثير مرات منغوص في تفاصيل تاريخنا المحلي فلسطيني أو العربي ومننسى الصورة العامة، لأنه الرواية التاريخية القومية برضو اعتمدت أو اتكأت إلى حد كبير على الروايات الاستشراقية من ناحية، وعلى النظرة الأوروبية عموماً لتاريخ العالم يوروسنتريك،
إنه شافوا العالم كلياته وتاريخه من خلال ما فعلوا الأوروبيين. لكن إذا نظرنا إلى القرن السادس عشر والسابع عشر مثلاً، نجد إنه قطعاً الدولة العثمانية في تلك الفترة لا يمكن الحديث عنها كفترة تأخر وظلم وفقر وجهل وإلى آخره، لأنه حتى التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية اللي هو كان الاعتماد الأساسي للروايات الاستشراقية للحديث عن الدولة العثمانية واللي كثير أثر على الرواية القومية، في هاي الفترة لسه الدولة العثمانية قوية. ومهم جدا أنه نقارن الدولة العثمانية بما كان قبلها. يعني الرواية القومية لما بتقول أنه العثمانيين مسؤولين عن الخراب وعن التأخر وعن الجهل وإلى آخره وعن ما وصل العرب إليه في العصر الحديث، هل فترة المماليك كانت أفضل؟ قطعا لا. نهاية فترة المماليك خاصة القرن الرابع عشر والخامس عشر طبعا ما كانش أفضل. هل وضع العرب والمسلمين في الأندلس مثلا كان أفضل؟ يعني إذا أرجع لاستعارة الفردوس المفقود، الفردوس المفقود الأول هو الأندلس واللي العرب والمسلمين خسروا في القرن الخامس عشر، واللي قطعا العثمانيين غير مسؤولين عن هذه الخسارة، بل بالعكس يعني وجود الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر ساهم إلى حد كبير في حماية خاصة شمال أفريقيا، دول شمال أفريقيا من الغزو والاحتلال الإسباني أو غيره في تلك الفترة. فصحيح أنه بعد القرن السابع عشر الدولة العثمانية عسكرياً وسياسياً طبعاً بدأت تضعف أمام أعدائها وخاصة على الجبهة الروسية والجبهة البلقانية اللي هن الجبهات الأساسية للصراع بين الدولة العثمانية وجاراتها. ولكن بسبب ضيق الوقت بدي قلت نظرة بانورامية، بدي أنتقل بسرعة للحديث عن فلسطين وما جرى في القرن الثامن عشر. عادة نحن نعرف كمؤرخين إنه القرن الثامن عشر هو عصر النخب المحلية، صعود النخب المحلية، هو عصر اللامركزية في الدولة العثمانية، واللي كثير من المؤرخين بيقولوا إنه هو نتيجة لضعف الدولة العثمانية. يعني الدولة العثمانية كانت مجبرة وليست مختارة إنها تسمح للنخب المحلية بإنها يكون لها دور أكبر في حكم الذات، لدرجة الحديث عن الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي إذا كان في فلسطين أو في سوريا أو في بلاد الشام. وبالمناسبة هي مناسبة إن أقول طبعاً إنه لما نتحدث عن تاريخ فلسطين في العهد العثماني هي جزء لا يتجزأ من تاريخ بلاد الشام والمشرق العربي، ما في اختلاف كبير بين تاريخ فلسطين وتاريخ بلاد الشام عموماً، لأنه لم تكن طبعاً هناك حدود لا جغرافية ولا سياسية بين هذه الدول. إذن القرن الثامن عشر ما كان صدفة إنه اخترناه يكون بداية للمعرض، لأنه هو يعني نقطة تحول ما في تاريخ المنطقة العربية اللي فيها بداية تكوين النخب المحلية السياسية وإلى حد ما الاجتماعية والثقافية. وهذه النخب وليس فقط ظاهر العمر اللي هو طبعا شخصية بارزة، ولكن النخب في نابلس وفي القدس ونفس الشيء في طرابلس وفي الشام وفي أماكن أخرى، العلماء المشايخ والعلماء والأعيان والحكام السياسيين إذا كان ظاهر العمر أو آل العظم أو غيرهم في بلاد الشام، هم بداية ممكن نقول للحركات الوطنية لاحقا، يعني هي جذور الحركات الوطنية لاحقا، واللي بدون فهم ما جرى في القرن الثامن عشر لا يمكن أنه يفهم تاريخ المنطقة العربية وفلسطين بشكل خاص لاحقا. طبعا نقطة الحداثة هون هي نقطة أساسية، يعني بالمعرض كثير تحدثنا عن موضوع الحداثة وأنواع الحداثة اللي مر فيها الساحل الفلسطيني. وفي النظرة الاستشراقية والأوروبوية أو اليوروسنتريك
عادة الحداثة في المنطقة العربية ترتبط بنابليون أو ترتبط بالتدخل الأوروبي، مجيء الأوروبيين اللي هم وكلاء الحداثة، بينما المنطقة العربية هي ممثلة للتقليد. فالحداثة هي أوروبا، التقليد هو الشرق. واختيار ظاهر العمر والتحديث في الساحل الفلسطيني هي كتير إشي مهم في تاريخنا الفلسطيني، خاصة بعد ما وصلنا للقرن العشرين والنكبة وما بعد النكبة، إنه الأجيال اليوم الحاضر والمستقبل إنها تشوف إنه تاريخ فلسطين مش مربوط بالحركة الصهيونية ولا فقط بمجيء الأوروبيين. لنا تاريخ طويل وعميق، ومهم إنه ندرس هذا التاريخ لتشكيل الوعي الصحيح عن تاريخ فلسطين، لأنه كتابتنا بالشكل القومي اللي ذكرته سابقاً عن كل الفترة العثمانية أدى إلى تغييب الفلسطينيين بالذات والعرب عموماً عن تاريخهم، ولكن فلسطين بشكل خاص. ومعنا هنا برضو دكتور البروفيسور بشارة دوماني اللي برضو كتب عن هذه المواضيع بشكل كبير، أدى إلى تغييب الفلسطينيين. ولذلك في ضرورة كبيرة جداً لإعادة كتابة تاريخ الفلسطينيين في العهد العثماني، حتى لا تبقى الرواية الاستشراقية والصهيونية طاغية في العالم على الرواية الفلسطينية، لأنه إحنا مغيبين، إحنا غيبنا نفسنا، ساهمنا بتغييب نفسنا لما بجرة قلم أو باختزال كتبنا بالشكل اللي كتبنا عليه عن الفترة العثمانية كلها. بما أنه الدكتور محمود يزبك رح يحكي، يعني إحنا حكينا عن ظاهر العمر، ما بدي أدخل بالتفاصيل لتاريخ ظاهر العمر من طبرية كعاصمة، طبرية برضو على البحر، بحيرة طبرية، إذن ما بين بحيرة طبرية وبين بحر عكا، ظاهر العمر قام بمشروع ضخم سياسي واقتصادي واجتماعي، وممكن الحديث عنه محاضرة كاملة ولكن ما في عندنا وقت، ولكن حكينا بفكر كفاية عن ظاهر العمر. دكتور محمود يزبك راح يحكي عن تجربة يافا، يعني من الشمال إلى الجنوب، تجربة يافا في القرن التاسع عشر، وما أريد أن أقوله عن تجربة الحداثة في القرن التاسع عشر، عصر التنظيمات بالجزء الأول والجزء الثاني، مهم جداً طبعاً إنه العثمانيين هم اللي بادروا وهم الوكلاء لهذا التغيير، ولكنه كان في سياق استعماري، واتكاء الدولة العثمانية على الدول العظمى الأوروبية، بحيث إنه هذا أدى إلى نفوذ أوروبي سلمي بين قوسين في فلسطين. مرة أخرى نتحدث بشكل خاص بفلسطين، وهذا النفوذ السلمي اللي ألكسندر شيلش المؤرخ الألماني المشهور اللي توفى طبعاً زمان وهو شاب بسميه The Peaceful Crusade، يعني اللي مش مثل الحروب الصليبية اللي ما حكينا عنها أيامات العثمانيين، وإنما من خلال الخدمات ومن خلال كأنه إشي إيجابي بقدموه، ولكن هذا كان طريقة لناحية فعلية السيطرة على المنطقة تدريجياً بدون احتلالها أو جعلها في وضع أنها تسقط بإيد الدول الاستعمارية المتنافسة بينها وبين بعض خلال القرن التاسع عشر. المحطة التالية هي طبعاً تحالف الاستعمار البريطاني مع الحركة الصهيونية، وهو طبعاً معروف ومشهور ما في حاجة إن أفصل، في الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور، والحداثة أيام الانتداب البريطاني اللي كانت أسوأ بكثير من لما كانت موجودة الدولة العثمانية رغم ضعفها بالقرن التاسع عشر، بحيث إنه هذه نوع آخر من الحداثة ضمن سياق مشاريع الاستيطان الكولونيالي اللي برضو ما في عنا وقت كثير نحكي عنها، ولكن نحكي عن الاستعمار التقليدي والاستعمار الاستيطاني الكولونيالي، مثل ما هاي الدول الاستعمارية هاجرت شعوبها أو قسم من شعوبها إلى القارات الأمريكية وإلى أستراليا ونيوزيلندا، وهناك أبادت إلى حد كبير
الشعوب الأصلانية في عدد من هذه الدول، وفي حالات أخرى جنوب أمريكا مثلاً أدت إلى إبادة جزئية وإلى حالة جديدة من الاستعمار والاحتلال في هذه المناطق. ففلسطين هي حالة من هذا النوع ولكنها متأخرة. يعني الصهيونية كحركة استيطان كولونيالي مصيبتها إنها جاءت متأخرة في عصر اللي صارت إبادة الشعوب غير مقبولة فيها، وخاصة في حالة فلسطين اللي تهم الشعوب المختلفة دينياً، ومش بس دينياً، سياسياً، وقربها من أوروبا إلى آخره. ومع ذلك تحالف يعني الحماية البريطانية تحت مظلة الانتداب مع المشروع الصهيوني كان طبيعي أنه يؤدي إلى النكبة عام 48، ولذلك إحنا سرنا في مشروع مشاريع حداثة مختلفة من ظاهر العمر اللي قام بمشروع حداثة من أجل أهل البلاد وبالتعاون مع أهل البلاد. يعني هنا ممكن نحكي كثير عن هذا الموضوع ولكن وقتنا قصير، إلى مشروع حداثي اللي تتبناه الدولة العثمانية في القرن 19، ولكنه متكئ على الاستعمار الأوروبي، ولذلك نتائجه إيجابية وسلبية أيضاً، وليس كما كتب كثير من المؤرخين اللي شافوا الحداثة هذه كأنها فقط أشياء إيجابية. وبرضو في هذا الموضوع في هناك كثير ما يقال. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاستيطان الصهيوني الكولونيالي اللي أدى إلى ضياع فلسطين، إلى النكبة التي نعرف عنها كثيراً ولا نعرف عنها كثيراً في نفس الوقت، وأدى أيضاً إلى غياب فلسطين عن الخارطة العالمية. يعني وهي نقطة اللي كثير بننساها، إحنا بنحكي عن القرى اللي دمرت وماذا حصل للمدينة وإلى آخره. فلسطين غابت عن الخارطة الجغرافية، حتى بطل في اسم فلسطين بعد 48، صار في إسرائيل وفي الأردن اللي ضمت الضفة الغربية ومحت اسم فلسطين في الأردن، وفي قطاع غزة اللي تحت الحكم المصري. وبدي أنهي لأن وقتنا مرة أخرى قصير بتجربة حكومة عموم فلسطين اللي أنهيت مؤخراً كتاب عن رئيس حكومة عموم فلسطين اللي اسمه أحمد حلمي عبد الباقي، أو أحمد حلمي باشا عبد الباقي، واللي لما بديت أكتبه الحقيقة عملت زي نوع من الاستطلاع لشو المثقفين عنا بيعرفوا، ووجدت أنه حتى عديد من المثقفين وأحياناً حتى بعض المؤرخين لا يعرفون عن أحمد حلمي عبد الباقي، إذا عرفوا إلا أنه كان رئيس حكومة عموم فلسطين. ولكن أحمد حلمي عبد الباقي اللي كان رئيس حكومة عموم فلسطين واللي قلت أنه طبعاً لم تعش إلا أسابيع، والمصريين من ناحية فعلية أجبروا رئيسها والحاج أمين قبل ذلك ووزرائها أنه ينتقلوا إلى القاهرة، وبقي من حكومة عموم فلسطين دور أحمد حلمي عبد الباقي ممثلاً لفلسطين أو لحكومة عموم فلسطين في جامعة الدول العربية حتى وفاته سنة 1963. ويعني هل هذا الشيء هو رمزي؟ هل هي قبلة الوفاة لفلسطين كانت حكومة عموم فلسطين، أو إجراء حتى الدول العربية يعني كأنه عملت شيء لفلسطين في اللحظة الأخيرة بعد النكبة؟ فأخيراً إذن وختاماً، اختزال مرة أخرى 4 قرون من تاريخ فلسطين وتحميلها كافة آفات المجتمع العربي وتخلفه عن ركب الحضارة في العصر الحديث هي نظرة تاريخية اللي ما زالت كمان مرة سائدة عند السياسيين وعند الكتابات حتى التاريخية وغير التاريخية، ويجب أن نهتم بأنه نكتب تاريخنا في هذه الفترة. ومشروع طبعا التاريخ يكتب بأشكال مختلفة كما سمعنا بالجلسة الأولى، تكتب أدبياً وفنياً وبالسينما وإلى آخره، وكلها تشكل الوعي الصحيح لتاريخنا العميق، وهو تاريخ يعني في له أضواء، في له نقاط ضوء وفي ظلال. فيمكن الملاحظة الأخيرة المهمة أقولها إنه الرواية الإسلاموية التي تحاول عكس الصورة
وأن الخلافة العثمانية كخلافة إسلامية هي بالعكس، هي كلها إيجابيات، وكل ما كتب عن الدولة العثمانية عن سلبيات الدولة العثمانية كأنه كله استشراق وكله عداء للدولة وللإسلام والدولة، برضو هذا غير صحيح. ولذلك إحنا بحاجة إلى رواية تاريخية نقدية، يعني تعطي الصورة المركبة والحقيقية لتاريخنا، وخاصة في حالتنا في حالة فلسطين، اللي يعني التاريخ والذاكرة مش بس لتشكيل الوعي، وإنه من أجل البقاء، من أجل البقاء ومن أجل البناء للمستقبل. وشكرا. دكتور محمود. دكتور محمود يزبك، اللي هو كمان برضو كان من المستشارين التاريخيين برضو للمعرض. نبدأ معه. يعطيكم العافية جميعا ومساء الخير، وأنا حقيقة متأسف جدا أن أتحدث معكم عبر الشاشة وليس وجاها، يعني لظروف الكورونا، لعن الله الكورونا، لأنه يمنع السفر آسف من اسطنبول إلى البلاد، إلى الناصرة، لأنه حسب التعريف في البلاد أنه تركيا دولة حمراء، ولذلك يتحدث من اسطنبول. ولكن على يعني إحنا في اسطنبول وفي فلسطين نربط التاريخ مع بعض في هذه النقطة. ومن هنا أريد أن أشكر حقيقة يعني المتحف الفلسطيني، السيدة عادلة والسيدة إناس، اللي أتاحوا الفرصة للمشاركة في التخطيط وفي يعني التصور في البدايات. شكرا لهذا المجهود الكبير الذي قاموا به، وأعتقد أنه إحنا على أبواب يعني مرحلة جديدة لفهم وقراءة من خلال المعرض الذي سيكون الأسبوع القادم، وأتمنى النجاح لكم جميعا. يعني في البداية الأستاذ إبراهيم نصر الله والأستاذ عادل شددوا على مقولة أساسية: الكتابة التاريخية الفلسطينية، نحن كفلسطينيين، يعني غير مهم أين أنت موجود ككاتب فلسطيني، كباحث أستاذ في جامعة، إن كان في جامعة في إسرائيل أو في أي مكان آخر، يعني الكتابة التاريخية يجب أن يكون لها هدف. أنا لا أعتقد أن الكتابة التاريخية هي قضية موضوعي، ولا يمكن أن يكون موضوعي باعتقادي، وهذا ما أقول دائما، إنما يوجد ذاتية معينة، والذاتية المعينة هذه والهدف هو الفلسطيني، لأن هنالك في معركة ما بين الوعي وما بين تغييب هذا الوعي، والذي أراد أن يغيب وعينا ويغيبنا جميعا عن الساحة كان أقوى منا في مرحلة طويلة، وما يعني والبعض يقول أنه هو ما زال أقوى، على الرغم من أنه أقول أنا لا، أنه الآن نحن في موقع فيه الكثير من عوامل القوة، نستشرف من هذا الموقع إلى المستقبل. ولذلك أصحح ما قالته السيدة الأخت في البداية، أنه أنا لم أكن فقط يعني في الماضي أستاذ التاريخ الفلسطيني في جامعة حيفا، أنا ما زلت حتى الآن أستاذ التاريخ الفلسطيني في جامعة حيفا، والآن أنا معار لجامعة في إسطنبول لمدة سنتين. الآن يعني في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، وحسب المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية المتوفرة لدينا، كان واضح أن مدن الساحل الفلسطيني، حيفا ويافا بالذات، تتقدم لتصبح مراكز اقتصادية أكثر أهمية من باقي مدن فلسطين. انعكست هذه المؤشرات في حجم الاستثمارات والمشاريع التي أفردتها الدولة العثمانية لصالح هاتين المدينتين. يعني يجب هنا وضع خطين أو عدة خطوط تحت هذه الجملة، أنه الدولة العثمانية يعني استثمرت كثير في مشاريع عديدة، الآن طبعاً لا يوجد مجال للخوض فيها، والتي هذه الاستثمارات في حيفا ويافا بالذات فاقت كل ما قامت به في باقي المدن الفلسطينية. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبحت حيفا البوابة البحرية لشمال فلسطين وجنوب سوريا، أما يافا فتطورت لتصبح البوابة البحرية لوسط وجنوب فلسطين، وكثيراً ما أطلق عليها مثل ما نعرف ميناء القدس. وبعد محاولات عدة ومنذ ستينيات القرن التاسع عشر تم وصل يافا بالقدس عام 1897 بسكة حديد كانت الأولى في فلسطين،
وأما مشروع سكة حديد الحجاز الذي وصل حيفا مع دمشق شمالا والمدينة المنورة جنوبا عام 1905، فقد كان المشروع الأهم الذي دفع حيفا لتصبح لاحقا من أهم وأكبر الموانئ في شرق البحر المتوسط. وشهدت حيفا منذ ذلك الحدث موجات متعاقبة من الهجرة من الداخل الفلسطيني ومن باقي أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، ما أضفى على المدينة مدينة حيفا طابعا متعدد الثقافات واللغات. في يافا ساهمت بيارات البرتقال الممتدة لعشرات الكيلومترات في سهول يافا شرقا وشمالا وجنوبا في تغيير بنيتها الاقتصادية لتصبح مصدرا هاما لاستثمارات أصحاب رؤوس الأموال الذين أتوا إليها من مختلف المناطق الفلسطينية ومن بلاد الشام عامة ومن مناطق متنوعة أخرى في المنطقة. جذبت يافا مهاجرين من مختلف المناطق الفلسطينية والشرق الأوسط وخارجه ليعملوا في قطاع البيارات، وكل ما يلزم من قطف وتغليف وتعبئة ونقل وتصدير وملاحة لتصبح يافا مجتمعاً متعدد الثقافات والحضارات. لقد جذبت يافا الكثير من المهاجرين الذين أتوا إليها من كل أنحاء بلاد الشام والدولة العثمانية والعديد من البلدان الأوروبية، وتجمعت فيها ثقافات مختلفة ولغات متعددة وعادات وتقاليد من الشرق والغرب. وكلما ارتفعت مكانة يافا الاقتصادية وتحسنت طرق المواصلات منها وإليها، كلما ازدادت أعداد المهاجرين إليها وازداد أعداد زوارها من الشرق الأوسط ومن خارجه. شكل هذا الخليط البشري ملتقا ثقافيا تفاعل مع بعضه البعض، وأنتج منذ سبعينيات القرن التاسع عشر مدينة يافا التي ما زالت نماذجها العمرانية المتطورة والجميلة والتي عكست تعددها الحضاري قائمة على الرغم من محاولات الاستعمار الصهيوني المستمرة لمحو هذه المعالم الحضارية لمجتمع المدينة الفلسطينية الساحلية ما قبل النكبة. وما نشاهده اليوم حتى اليوم من نماذج عمرانية خلال عبورنا مما تبقى من المدينة القديمة لحي العجمي في يافا التي أنشأها أهل يافا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، ومروراً بشارع الحلوي، طبعاً له أسماء عديدة اليوم عبري، وشارع جمال باشا، وشارع النزهة، وشارع الصلاحي، وغيرها من المناطق التي نجت من يد الهدم الصهيوني، لهي خير دليل على التنوع والتعايش الحضاري لكل من سكن يافا حتى نكبتها عام 1948. أنشأت الدولة العثمانية في يافا ومنذ أواخر القرن السابع عشر مدرسة صغيرة تلبية لعدد السكان المتزايد في المكان. ولاحقا أنشأ أبو نبوت مدرسة للتعليم العالي في مسجد يافا الكبير، أشدد التعليم العالي، أنا بحكي بداية القرن التاسع عشر. وأسس أبو نبوت في تلك الفترة مكتبة عامة خدمة للطلاب وخدمة لأهل المدينة، ولدينا يعني تسجيل كامل لسكان المدينة الذي كانوا يأتوا إلى المسجد للمكتبة ويستعيروا الكتب إلى بيوتهم وإعادتها، هذا في بداية القرن التاسع عشر. وأشارت وثائق سجلات المحاكم الشرعية لوجود عدة مدارس لتعليم الأولاد المسلمين وأخرى لتعليم البنات في البلدة القديمة داخل الأسوار، إضافة إلى مدارس أخرى داخل الأسوار تابعة لدير الروم. وأشارت ما يسمى السلنامات أو الكتاب السنوي للدولة العثمانية، ومنذ سبعينيات القرن التاسع عشر إلى إقامة دائرة للمعارف في المدينة كانت مسؤولة عن إقامة وإدارة المدارس الحديثة في يافا. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر كان في يافا مدارس ابتدائية وأخرى رشدية عديدة، وأقامت البعثات التبشيرية المختلفة مجموعة من المدارس التي ما زال بعضها يعمل حتى يومنا، مثل مدرسة فرير والمدرسة الإنجليزية ومدرسة تيراسانتا وغيرها. ورافقت هذه النهضة العلمية في يافا نهضة ثقافية
بدأت تظهر معالمها في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وما يلفت النظر في هذه النهضة الثقافية ما وثق من طفرة في المشهد الثقافي من خلال وثائق الأرشيف العثماني منذ عام 1908، عام الدستور العثماني. وحينها كان قائم مقام يافا الحاكم الإداري للقضاء اسمه أصف بيك، وهو تركي مولعا بالأدب والمسرح. وتشير وثائق الأرشيف العثماني إلى أن القائم مقام أصف بيك شجع وربما بادر لإنشاء بين قوسين جوك مسرحي، هيك يعني في الوثيقة الجوك المسرحي، يعني فرقة تمثيل، على الرغم من عدم وجود مسرح في يافا في آنذاك. وربما كانت هذه الفرقة المسرحية من أوائل الفرق المسرحية التي أنشئت في فلسطين، والتي شرعت بعرض مسرحياتها على مسارح المقاهي الكبيرة في يافا كمسرح يسمى مقهى البلور. وعلى ما يبدو لم تأتي مبادرة القائم مقام من فراغ، فقد شهد أصف بيك بنفسه، بل وساهم من موقعه الإداري بتنظيم الفعاليات الدينية، بتنظيم الفعاليات المختلفة خلال إحياء في يافا موسم النبي روبين. ويا ريت معنا وقت تتحدث عن موسم النبي روبين الرائع. وإضافة إلى الفعاليات الدينية الشعبية لهذا الموسم الديني، فقد أولى مجتمع يافا لهذا الموسم أهمية كبرى، إذ اعتاد على تمضية أوقات من الاسترخاء والاستمتاع بمظاهر الحياة منذ مئات السنين أثناء العطلة السنوية ورحلة التخييم على رمال شاطئ روبين جنوبي يافا، التي دامت هذه الرحلة التخييم التي دامت هذه الرحلة لأكثر من شهر في أواخر أشهر الصيف. ولم تكن العروض المسرحية بأشكالها المختلفة أو حفلات الغناء والإنشاد التي انتشرت على شاطئ روبين في المنطقة المعدة للفعاليات الشعبية بمشاهد غريبة عن مجتمع يافا حتى قبل ظهور المسارح الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر. ومن المهم التأكيد هنا كذلك على أن المقهى إضافة إلى كونه مكاناً لقضاء أوقات لأفراد المجتمع، كان ملتقاً اجتماعياً وثقافياً. وكان مقهى البلور على ما يبدو واسعاً بما يكفي ليتسع جمهوراً غفيراً لحضور العروض المسرحية. وتعود تسميته إلى شهرته بكثرة البلور والمرايا في أرجائه، حيث تم اختياره لعرض عمل مسرحي رائد أمام علية القوم. ويبدو أنه كان من المقاهي المخصصة عادة لجلسات هؤلاء الناس وأقرانهم. وإضافة إلى هذا المقهى، فقد كانت هناك مقاهي أخرى شملت فعالياتها عروضا لمسرحيات مختلفة. أنا أتحدث 1908 بالتحديد، يعني الوثائق اللي أملكها تعود إلى هذا التاريخ. ويشير إعلان دعوة المسرحية والذي سيكون في المعرض على ما أعتقد، التي عرضت على خشبة مسرح مقهى البلور في يافا، إلى أن العرض كان مساء يوم الأربعاء الموافق 29 كانون الثاني 1908. والمسرحية التي قدمت في ذلك المساء كانت رواية أدبية عنوانها مطامع النساء، قام بترجمتها الشاب الفلسطيني المعروف طالب الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت حينها توفيق أفندي كنعان، اللي طبعا صاحب الكتاب المشهور. وقبل عرضها في يافا كانت هذه المسرحية قد عرضت من قبل فرقة التمثيل المسرحي المصري في القاهرة، وربما أن فريق التمثيل نفسه الذي مثلها في القاهرة جاء من مصر إلى يافا للمشاركة في عرضها في فلسطين. وكما نرى من الإعلان المرفق لدعوة المسرحية، فقد استثمر محمد أصاف بيك الكثير من وقته وتأثيره لإنجاح هذا العرض الذي كان تحت رعايته. وقد وجه القائم مقام دعوات شخصية لأغنياء يافا لحظهم على الحضور، إذ أن تكلفة التذكرة البوليت مثل ما مكتوب يعني على الدعوي بلغت نصف ليرة فرنسوية، يعني نصف ليرة مش لعب القضية، وهذا مبلغ جدا كبير، وكان يعادل نصف ليرة فرنسوية يعادل نصف راتب شهري لموظف في الدرجات الدنيا، يعني تدفع نص راتبك عشان تدخل المسرحية. ووعد القائم مقام أن يصرف ريع هذا العرض المسرحي
في أمر خيري يعود بالنفع للبلد، لدعم بناء المستشفى البلدي الذي كان قيد الإنشاء. ولتأكيد إيصال الدعوات إلى أصحابها، تم استخدام خدمات دائرة الشرطة ليقوم شرطي خاص بإيصال الدعوات بشكل مؤكد. طبعاً تدور أحداث مسرحية مطامع النساء في بلاط الملك هنري الثامن في القرن 15 حول رغبته في الزواج من فتاة مخلصة، بعد أن ذاق الملك هنري ذاق طمع النساء بخداعهن بين قوسين طبعاً في صورة زوجته الأولى التي أعدمها بسبب خيانتها. وتتضمن الأحداث العديد من الإيحاءات والمفردات الجنسية التي وردت في نص المسرحية للتعبير عن مضمونها. طبعاً أنا لا أخوض الآن في نص المسرحية، لكن موجود عند النص كامل. لم يمر هذا العرض المسرحي في يافا، وربما كان الأول من نوعه، دون معارضة من أوساط المحافظة والمتحفظة في مجتمع يافا التي عارضت واعترضت على هذا التجديد. وهنالك يعني في الملف الذي أتحدث عنه وصف كامل للمعارضة التي كانت والشيخ الذي اشتكى لإسطنبول وإلى آخره. ولكن لم يكن يعني لا أريد أن أطيل في هذا القضية لأنه الوقت مهم هنا. ولم يكن المسرح التجديد الوحيد، إذ انتشرت في بيوت الأغنياء والمقاهي أجهزة لجراموفون، وبيعت الأسطوانات الغنائية في محلات متخصصة. وتشير نشرة دعائية تعود إلى العام 1909 نشرتها شركة الجراموفون في الإسكندرية وأرسلتها لوكلائها في يافا إلى عدد كبير من الأسطوانات لأشهر المطربين في البلاد المصرية والسورية، والسورية يعني بلاد الشام عامة. وشملت هذه النشرة 7 صفحات أرسلها من يافا مكتب مراقب المطبوعات إلى دائرة المطبوعات والرقابة المركزية في إسطنبول، وهكذا وصلت إلينا للتأكد أن لا مانع لدى السلطة المركزية من تداول هذه المواد. وكما تشير العلامات على غلاف هذا الكتيب الدعائي، كان لشركة الجراموفون المصرية وكيلاً رئيساً في فلسطين، وانكولا ديسيميني الذي تعامل مع فروع مختلفة لهذه الشركة، من بينها فرع في يافا لبيع الاسطوانات للجراموفونات. من الملفت ان وكيل شركه الاسطوانات في يافا كان مفتش المعارف في يافا، هو نفسه كان الوكيل، اسمه احمد تنمير افندي. وعلى ما يبدو وحسب شكوى تقدم بها محمد علي الدجاني من مشايخ يافا ضد هذا المفتش، ادعى الشيخ الدجاني ان حضره المفتش يزاول كذلك مهنه الطرب 1908 9، وهو مطرب شهير بقول في يافا ويحيي حفلات ليلية في المقاهي ويغني من أغاني الكتالوج المرفق. يعني اللي بيقرأ الأغاني في الكتالوج المرفق والأغاني اللي كنا بنحبها اللي بنسميها الطرب الأصيل إحنا اليوم صباح فغري وإلى آخره، هي نفس الأغاني اللي موجودة في الكتالوج في تلك الفترة. فالزمن لم ينفصل ما بين آخر الفترة العثمانية والزمن الجميل إن أردت في أيامنا هذه كذلك. وبكمل يعني ويحيي حفلات ليلية في المقاهي ويغني من أغاني الكتالوج المرفق، وأحيانا يعني ينهي ليلته سكرانا، هكذا في التقرير. وادعى الشيخ الدجاني أن هنالك قوانين وأنظمة لسلوك المعلمين، فما بالك بالمفتش الذي يجب أن يكون قدوة. وعلى إثر ذلك قامت لجنة المعارف في لواء القدس بالتحقيق وقررت فصل المفتش من وظيفته، وبعد وساطات طويلة عريضة أعادوه إلى وظيفته في مكان آخر. مش مهم. وإضافة إلى هذه المظاهر أو هذين النظرين يعني أتحدث عنه، في يافا في أواخر العهد العثماني انتشرت فيها العديد من الجمعيات الأدبية في يافا، منها مثلا على سبيل المثال جمعية ترقي الآداب الوطنية عام 1908، وكان من أهدافها تربية الشبيبة وتهذيبها وتشجيع الأعمال الأدبية بأنواعها. كما قامت الجمعيات المدرسية بنشر مطبوعات للثقافة العامة ليس فقط لطلاب المدارس ولكن للسكان عامة، كما فعلت جمعية مار يوسف منذ العام 1905، ولدينا يعني
مجموعة من النشرات التي نشرها الطلاب، وليس فقط الطلاب ولكن كذلك المثقفين في المدينة. واشتهرت كذلك جمعية مار منصور التي تأسست عام 1912 لنشر الوعي الثقافي والمساعدات الاجتماعية بين أبناء الرعية الكاثوليكية. كما ذكرت المصادر تأسيس جمعية نسائية في يافا قبيل الحرب العالمية الأولى، وهي جمعية النساء الأرثوذكسية لعظم اليتيمات. وقامت هذه الجمعية بتأسيس المشاريع الخيرية وجمع التبرعات لصالح الأيتام في يافا. وقبل انتشار المطابع الحديثة والسماح باقتنائها في فلسطين مع إعلان دستور عام 1908، لحتى 1908 كان ممنوع شراء المطابع ويعني بشكل شخصي، ظهرت بعض المنشورات الثقافية في مدينة يافا. ونخص بالذكر نشرة مجلة باكورة الأدب، وهي مجلة علمية وأدبية تصدر مرتين في الشهر في يافا في مدرسة أخوة المدارس المسيحية، مدرسة مار يوسف، منذ 1908. وصدر العدد الرابع منها في 15 شباط 1905. ومن مطالعة المقالات، وكانت هذه المجلة حتى 1908 يعني بخط الإيد تكتب، لأن لا يستعمل المطبعة حتى ذلك الوقت، ومن مطالعة المقالات التي وردت في هذا العدد نجد أن هذه المقالات جميعها ذات أهداف اجتماعية، انتقدت الواقع الاجتماعي وطالبت بإصلاحه. واشتمل هذا العدد بالذات اللي متوفر عندنا، يعني اشتمل هذا العدد على 10 مقالات كتبها مثقفو يافا في ذلك العهد، منهم فريد جبر، عادل جبر، وبشارة الصايغ، ونجيب عبود، وزهدي أبو الجبين، وأحمد الإمام، وحنا قرة، ويوسف فروجي. وكتب عادل فرج مقالا يشرح به تقهقر اللغة العربية، الحاضر والماضي إذا أردتم، كلنا بنحكي عن تقهقر اللغة العربية وآثاره السلبية على المجتمع، ما يسمح بتغلغل عادات غريبة وابتعاد عن أصول المجتمع. وكتب بشارة الصايغ عن الجمعيات وأهميتها في خدمة المجتمع والتكافل الاجتماعي بين أفراده كأداة لرفعة المجتمع ومجابهة المخاطر التي تحدث به. وكتب أحمد الإمام، وهو من أشهر رجال الدين العلماء في يافا، في أهمية المدارس. انتبهوا أن المجلة كانت تصدر في مدرسة مار يوسف، وأحمد الإمام أشهر مشايخ يافا كان يكتب في هذه المجلة، وكتب في أهمية المدارس ودورها في تنشئة الأجيال وتثبيت معارفها، وهنالك مواضيع أخرى مشابهة. وما يهمنا هنا أن هذه المنشورات عكست في الواقع حركة ثقافية نشطة في يافا في القرن 19، لا نعرف إلا القليل جدا عنها. وتعد هذه المصادر التي تم الوصول إليها مؤخرا من خلال الأرشيف العثماني في إسطنبول اكتشافا أردتم لحالة ثقافية في مدينة يافا، وربما تعكس ما كان يدور في باقي مدن فلسطين قبل ظهور الصحافة المطبوعة منذ العام 1900 وبعد فترة وجيزة من الانقلاب العثماني على السلطان عبد الحميد والبدء بإعطاء التراخيص للمطبوعات. انهالت على مراحل طلبات الترخيص لإنشاء مطابع حديثة وطلبات التصاريح لإصدار صحف. دكتور محمود معك شايفك، أعطيني بس كمل دقيقتين ثلاثة. دقيقتين تمام، متأسف شكرا. صحف يومية ومجلات ومنشورات دورية، ومن أوائل الصحف التي صدرت في يافا كانت صحيفة الترقي التي صدرت في أواخر 1907. وفي نفس الفترة تقريبا وافقت إدارة المطبوعات العثمانية التابعة لوزارة الداخلية على 3 طلبات ترخيص لإصدار 3 صحف أخرى في يافا، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص لإقامة دور للطباعة. وفي 10 كانون أول 1908 صدرت ترخيص لإصدار جريدة الدستور العثماني، وهي جريدة يومية أدبية وسياسية وعلمية، صاحبها ورئيس تحريرها الشيخ سليم أفندي اليعقوبي. وصدر ترخيص لجريدة الأصمعي في 30 آذار 1909 وصاحبها ومحررها حنة عبد الله العيسى، كانت تطبع في مطبعة جورج أفندي حبيب حنانية، وهي جريدة سياسية وأدبية وعلمية. وأشار الترخيص إلى رغبة صاحبها في أن تكون يومية، وصدر يوم 2 نيسان 1909 ترخيص جريدة الحرية، وهي جريدة عربية تصدر في يافا، يعني هكذا مكتوب عليها في المنشيت الكبير، ومباحثها سياسية وعلمية وأدبية وتجارية. وصاحبها ومحررها توفيق أفندي السمهوري، وطبعت في مطبعة الترقي في يافا.
وصدر كذلك، يعني أنا أريد استمرار في قراءة باك الصحف التي صدرت، ولكن يعني لا يمكن التجاوز عن صحيفة فلسطين التي صدرت في 15 كانون 1911، ومؤسسها وصاحب امتيازها عيسى داود العيسى، وكانت حتى عام النكبة أهم الصحف الفلسطينية عاما. وفي عام 1912 صدرت في يافا صحيفة أخرى باسم أبو شدوف، وهنالك صحف أخرى يعني نتحدث ستكون في الكتالوج الذي يصدر مع المعرض. ومع بدء الأعمال العسكرية وانضمام الإمبراطورية العثمانية للحرب العالمية الأولى عام 1914، أعلنت الدولة حالة الطوارئ وأوقفت المنشورات والمطبوعات، وهكذا توقفت الحالة الثقافية التي تعرفنا على بعض ملامحها فيها كما في باقي المدن الفلسطينية، وعادت الصحافة إلى الظهور مع انتهاء الحرب، ودخلت فلسطين كباقي أجزاء الدولة العثمانية في المشرق العربي. أنا آسفة جدا، دقيقة واحدة للإجمال من فضلك. بالانتداب حتى عملك. في واقع الحال ازدادت مصادر معرفتنا عن الحالة الثقافية في فلسطين خلال فترة الاستعمار البريطاني، وكانت هنالك حالة ثقافية نشطة ومثيرة للاهتمام في يافا، بنيت على ما تم إنجازه في أواخر العهد العثماني، ومع النكبة الفلسطينية وقيام إسرائيل على أنقاض شعب فلسطين انتكب المشهد الثقافي الفلسطيني عامة، وفي مدن الساحل خاصة، إذ اقتلعت دولة إسرائيل أهل حيفا ويافا كباقي معظم مدن وقرى فلسطين داخل الخط الأخضر. هذه الشواهد التي أشرنا إليها أعلاه في المشهد الثقافي الفلسطيني في أواخر الفترة العثمانية ما هي إلا بداية لأبحاث تنتظر من يقوم بنبشها ليكتشف من جديد ما ضاع من المشهد الثقافي الفلسطيني. يعطيكم العافية وشكرا لك. شكرا كثير. شكرا كثير دكتور محمود يزبك. أنا هلأ بدي أفتح شوي نقاش معك مع دكتور عادل قبل ما أنا أحكي عن المعرض في علاقته مع كل الأفكار اللي انطرحت عن التوجهات الأساسية اللي كانت للمعرض. بس قبل ما أسألكم بدي أحكي للكل تعبتوا. طيب عظيم دكتور محمود، شكرا كثير على العرض اللي فيه استرسال كثير في التفاصيل، اللي حط الحالة الحيوية اللي موجودة في يافا في منتصف القرن التاسع عشر بسياق الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللي هي جزء أساسي من المعرض. بدي كمان أشكر دكتور عادل على التقديم اللي عمله لإلنا، واللي هو التقديم البانورامي اللي حكى عنه فيما يخص التاريخ السياسي لفلسطين ابتداء من القرن الثامن عشر. كنت بدي أسألك دكتور عادل بخصوص التنظيمات العثمانية كواحد من الأحداث اللي إحنا تناولناها بالمعرض واللي كان جزء من رواية التاريخ السياسي. أحكي بضروري المايك ولا سمعيني؟ أوكي طيب. كان سؤالي عن فترة التنظيمات العثمانية، كيف إحنا بنقدر نقرأها ضمن قراءة تاريخية ما تكون محملة على إنها هي جاءت بتأثير من التدخل الأوروبي في مناطق حكم الدولة العثمانية، وفي نفس الوقت شفنا إحنا كثير في متابعتنا لما بعد التنظيمات للأثار الإيجابية اللي أثرت على الحالة الاقتصادية والملاحة والهجرات وتنوع المجتمعات في المدن الساحلية بفلسطين وفي المنطقة بشكل عام. فأنا كنت بدي أسألك من ناحية بناء رواية تاريخية لجمهور، كنت عم تحكي بالمقدمة تبع الكتاب إنه إحنا مناش نوقع في نمط واحد من الرواية التاريخية بحيث لا يحسب على قراءة أو توجه سياسي أو أيديولوجي معين. فالتنظيمات العثمانية برأيك كيف إحنا نقدر نتعامل معها؟ هل هي حدث كان باتجاه إيجابي ولا هو جزء من بداية التدخل؟ يعني كيف بدنا نقرأ وكيف بدنا نقدمه لجمهور أوسع؟ شكراً على السؤال، وهو سؤال جيد ولكن الإجابة عليه ليست سهلة.
لأنه يعني يجب أولاً عدم اختزال التنظيمات العثمانية لقراءة تنميطية اللي تجعله أو إنه هو بداية للتغلغل الأوروبي والاستعمار وإلى آخره، وفي قراءات من هذا النوع، ولذلك تنفي إيجابيات هذه التنظيمات، أو قراءات أخرى، مثلا قراءة أخرى ترى في التنظيمات العثمانية وكل الحداثة في القرن التاسع عشر بالعالم العربي عموما، يعني من محمد علي في مصر مثلا وحتى إسماعيل وغيره، وفي المشرق العربي بقيت جزء لا يتجزأ من الدولة العثمانية بعكس مصر، يعني أن لا نرى فقط الجانب المضيء للتنظيمات العثمانية، فالصورة مركبة، والصورة مركبة وفيها كما ذكرت نقاط ضوء وفيها ظلال، ويجب أن نعرض، ويعني المعارض والسينما يعني كل الفنون البصرية المفروض تكون هي أشطر منا إحنا المؤرخين حتى في عرض خاصة للبصر للمشاهدي للظلال والأضواء في هذه الصورة المركبة، بحيث إنه أولاً إنه نربط تنظيمات فترة القرن التاسع عشر تنظيمات العثمانية بما كان قبلها كما ذكرنا، بإنه التحديث لم يبدأ بالقرن التاسع عشر، والمبادرات المحلية كثيرة، والكتابات الأخيرة يعني إذا كان عن الشام أو عن أماكن أخرى أو عن فلسطين أو إلى آخره، يعني تظهر أكثر وأكثر تجارب لهذه الحداثة منذ القرن الثامن عشر على الأقل، وبمبادرات محلية، وليس بالضرورة فقط من أعلى من السلطة العثمانية. والقرن التاسع عشر هو استمرار، فنظهر الصورة المركبة بما فيها إيجابياتها وبما فيها سلبياتها. كيف يعني سهل انك تعطي الروشيتا هلا بعدين كيف تصنع الدواء وتركبه وتشتغله، هذه عمليه شوي اصعب، انا اعترف انها اصعب شوي. هلا انا بسال السؤال لانه يعني بالاخر احنا رح نشوف المعرض كلنا الاسبوع الجاي، وبتامل يعني انه انت كمان يعني والجمهور كله يعني اللي رح يجي يشوف المعرض، انه بدي اشوف اذا احنا قدرنا نعالج الرواية بطريقة إنه هي ما تسقط بأي نوع من النمطية زي ما ذكرت، لأنه الواحد من الأشياء اللي أنا كمان بدي أحكي عنها إنه كيف هو المعرض بالأساس هو مركب إنه هو يقدم المعرض كحق المعرفي إضافة للحقول المعرفية الأخرى اللي إحنا تناولناها زي التاريخ السياسي والتاريخ الحياة الاجتماعية وكل المواضيع اللي المعرض تناولها، كان هو بحاول انه هو يعمل هاي المعالجة انه هو ما يقعش في هذه النمطية. فانت يعني من الناحية النظرية بتقول انه هذا هو اختبار الحقل البصري او المجال البصري في انشاء هذا المجال للمعالجة، وبنقبل انه احنا نكون قدرنا نكون عملناها بطريقة موفقة نوعا ما. دكتور محمود، كنت بدي اسألك، في كم وزخم كبير في المعلومات اللي حكيتها عن تفاصيل الحياة الاجتماعية والثقافية أو الأحداث والنشاطات اللي كانت تكون في يافا. أنا سؤالي لإلك سؤال يعني فني بحثي، بالنسبة للعاملين في الحقل الثقافي أو في السينما أو في المجال البصري، كيف بيقدروا يوصلوا لكل هاي المصادر بكل هاي التفاصيل؟ لأنه مثلا هاي المعلومات اللي أنت ذكرت لنا إياها، يعني أنا مع إني إلي فترة طبعاً عرفتها منك لما كنا بنشتغل بالبحث، بس كيف إنها هي هذه بتكون ممكن تكون متاحة بالحقل البصري، أو إيش مصادر المعرفة فيما يخص الحياة الاجتماعية والثقافية في يافا أو في مدن أخرى في القرن التاسع عشر؟ نعم، يعني عملياً إحنا معظم المعلومات اللي حكيت عنها الآن هي جديدة جداً بالنسبة لنا، يعني أنا كمان فاجأتني مثلما يعني بأنه قبل مدة قصيرة قبل ما أن تكتشف هذه المعلومات من خلال يعني الوجود في الأرشيف العثماني وقراءة الملف يعني ملفات اللي تتعلق بها في الأرشيف العثماني، نحن ما كنا نعرفها. يعني هذا المشهد
المعقد والمركب واللي فيه معلومات كثيرة جدا لم يكن معروف لدينا. ولذلك هنا يعني هذا المشهد بحاجة لبحث من جديد يعني وتسليط الضوء عليه، ليس في يافا، يعني يافا قد تكون هي نقطة لأنه أنا اشتغلت عليها، ولكن هذا دعوة لباحثين آخرين وخاصة يعني طلاب الدكتوراه أو من يقبل على دراسة الدكتوراه، أنه هنا في إسطنبول في الأرشيف العثماني هنالك كنز كبير لا ينضب من الوثائق ومن الملفات التي يعني تهم فلسطين، على ما يبدو نحن لم نصل إلا إلى جزء صغير. هذا واحد. اثنين، يعني في داخل في الفلسطيني في هنالك سجلات المحاكم الشرعية، وهذا المصدر طبعا يعني تم استعماله بكثرة في مجالات متعددة كأبحاث تاريخية، ولكن هذا المصدر كذلك بحاجة إلى دراسات مستفيضة يعني لجعل المجتمع الفلسطيني ينطق من جديد، لأنه ما يعني ما 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 يحويه هذا سجل المحكمة الشرعية عمليا هو صورا حية من المجتمع، يتحدث أبناء المجتمع تقريبا عن أنفسهم. وهذه هي دعوة هامة جدا، أنه نحن نجعل هؤلاء أجدادنا في مجتمعنا أن يتحدثوا عن أنفسهم من جديد من خلال إحيائهم في دراسات ويعني أكاديمية هامة. ولذلك يعني الدعوة مثل ما قلت في نهاية كلامي هي أنه للباحثين وخاصة للباحثين الشباب الذين يدرسون التاريخ الفلسطيني أن يولوا التاريخ الفلسطيني المجتمعي، التاريخ الفلسطيني أهمية كبيرة، لأنه بالنهاية القضية السياسية أو التاريخ السياسي يعني تقريبا تم الخوض فيه من كل النواحي والزوايا، ولكن التاريخ الاجتماعي لم يستطع الخوض به الباحثين الغربيين، كثير يعني قلة قليلة من الباحثين الغربيين خاضوه، وهنالك من غيب تاريخنا الاجتماعي يعني عمدا. الحركة الصهيونية أرادت تغييب هذا التاريخ عمدا، لأنه إذا زال التاريخ الاجتماعي معنى ذلك زال وجودنا. ولذلك هذه الدعوة هامة أنه حقيقة نتجند أو طلابنا يتجندون لهذا العمل الاجتماعي. شكرا دكتور محمود. لازم يجي الطلاب على اسطنبول، على الأغلب كلنا لازم نرجع لاسطنبول لما نظهر الوثائق. أنا كنت بحب نحكي أكثر مع دكتور عادل دكتور محمود، بس لازم أنا أبلش بالتقديم تبعي عن المعرض. بعرف أنه كلكم تعبتوا، بس اللي بحب أحكي عن المعرض شوية، بس كيف تم العمل على المعرض بناء على كل هذه الطبقات المعرفية اللي إحنا بنيناها من أول ما بلشنا نشتغل على المعرض. فزي ما ذكرت في البداية، اعتمد المعرض على مجموعة من الحقول المعرفية اللي كانت طبعاً أول إشي كانت اعتماداً على الورشة التحضيرية اللي زي ما ذكرت دكتورة عادلة عملها المتحف بشهر ديسمبر بال2018، وكانوا برضو الأساتذة اللي معنا اليوم هم كانوا موجودين بهذا النقاش، وكان في مجموعة كتير من الأفكار اللي انطرحت من الورشة. لما جيت أنا بدي أشتغل على المعرض كان في كتير تحديات إلها علاقة بالفترة الزمنية اللي هي 200 سنة اللي المعرض بغطيها، وإنه كيف المعرض بده يتناول الرواية التاريخية اللي هي مبنية على التاريخ السياسي على التاريخ الاجتماعي، ويقدر يعمل رواية تقدم ضمن معرض، بديش أقول معرض فني، ولكن ضمن معرض بيستعمل الوسائط الفنية المختلفة ليقدم رواية عن فلسطين بسياق عمل المتحف على تمكين وتوسيع الفهم للرواية التاريخية الفلسطينية. هلأ كيف بدي أبلش أقولكم الشغل على المعرض؟ صار بالأساس هو كان اعتماداً على الدراسات اللي عملها دكتور عادل دكتور محمود، وعلى أنا بالنسبة لي على فهم تفاصيل التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي عبر هاي الفترة الزمنية اللي هي ابتداءً من النقطة الأساسية ب 1748 لما صارت عكا عاصمة الظاهر عمر لغاية النكبة اللي هي 1948. فمن 48 لل 48 في 200 سنة كانت الفكرة الأساسية من المعرض هي تقسيم هدول الـ200 سنة عبر تجارب كتير مهمة. كانت التجربة الأولى مركزة على فكرة العمران والبناء اللي قام فيه الظاهر عمر في مدن الساحل وتحديداً في منطقة عكا، واعتمدت على فكرة البناء بمعنى بناء المباني اللي هي عكست
طريقة حكمه للمناطق شمال فلسطين اللي هو كان بيحكمها وبيعمل هاي عملية التطوير فيها، سواء لحكمه السياسي على الأرض أو للنهضة الاقتصادية اللي كانت معتمدة على زراعة القطن والمعاملات التجارية اللي هو بدأ يطورها عشان يشتغل على الاقتصاد. فكان الجزء الأول بتناول مدينة عكا والحالة العمرانية اللي في مدينة عكا. الجزء الثاني أخذ موضوع يافا، وهذا طبعا نحكي عن عكا في القرن 18. الجزء الثاني بيحكي عن مدينة يافا في القرن 19، وتقريبا الحالة اللي كان عم بيحكي عنها الدكتور محمود يزبك يعني هي في صميم الجزء الثاني اللي هو اسمه يافا قلب المتوسط النابض، اللي رح يكون هو القسم المحوري في المعرض. وفي الجزء الثالث اللي هو قسم النكبة، واللي هي بتبدأ بقصة الهدم وبتنتهي برواية البقاء. وأيضا طبعا أنا بحكي لكم بقفزات هيك سريعة بس عشان نعرف كيف إحنا قسمنا الرواية التاريخية في خلال هدول 200 سنة لتكون مادة عرض ضمن المعرض. هلأ بالنسبة لإيش المعرض اللي هو بيحاول يقوله من اختياره لهدول الروايات المحطات الثلاث، طبعاً بينهم رح يكون في المرحلة اللي بين عكا ويافا اللي هي التنظيمات، اللي هي موضوع كمان كبير للبحث بس إحنا تناولناه بالمعرض بشكل يعني مختصر. وفي عنا كمان الجزء اللي بنقولنا من القرن 19 للقرن 20 اللي هي فترة الاستعمار والانتداب. إيش اللي بيحاول المعرض يحكي من اختياره لهدول الروايات الأساسية بالمعرض؟ هلأ إحنا بالنسبة لإلنا في مفهومنا وتاريخنا، مفهومنا الجماعي لتاريخ فلسطين عادة في معظم في الوعي الجماعي المتداول والشائع بيقفز دائماً لفكرة بداية الاستعمار والقرن العشرين والنكبة كحدث يعني قاسم وقاهر لكل الذاكرة والوجود الفلسطيني وإحساسه بفكرة حتى تركيبه للرواية كيف بيحكي القصة دائماً. فكانت الفكرة بالمعرض إنه هو كيف المعرض بيقدر يحط يعني مكونات سابقة لقصة النكبة ويحط النكبة في سياقها التاريخي الأوسع والأعمق، بحيث إنها النكبة ما بتكون هي بداية القصة وما بتكون هي المنطقة اللي إحنا بنبني فيها فهمنا عن التاريخ، وإنما بيبدأ من نقطة قبل ذلك. كان الاختيار إنها هي تكون النقطة الفترة الزمنية اللي بتصعد فيها عكا وبتكون هي عاصمة. وطبعاً فكرة إنه هي عاصمة لحكم، إذا بنسميه حكم ذاتي بعرفش بالمنظور التاريخي إذا هذا يعني تعريف صح، هو كان بفترة ما كانش فيه لا اصطلاحات سياسية ولا وجود لمفاهيم الدول بالمفهوم المعاصر اللي إحنا هلأ يعني عم نشتغل عليه أو منتداول فيه بالحياة السياسية، وإنما كان وجود قائم متحقق للمعنى الدلالي لفكرة البلد. يعني إحنا عنا بمفهومنا وثقافتنا المحلية والشعبية فكرة البلد، حتى فكرة النكبة منقول لما سقطت البلد، لما سقطت البلاد. ففكرة البلد بلد هي في إلها دلالة محلية كتير خاصة بتقول إنه البلد وقت الظاهر عمر كان موجود، صح ما كان في حكم وما كان في دول، كان موجود بالقرن 19 كان موجود. وقت الاستعمار صارت الحدود السياسية وقسمت مناطق بلاد الشام وصرنا نعرف الحدود السياسية اللي بنعرفها إحنا بالوقت الحالي، ولكن البلد كان موجود. هلأ حالياً إحنا عم نعيش في يمكن أسوأ فترة يعني من قدرتنا على أنه يكون عندنا سلطة على الأرض، ولكن مع ذلك البلد موجود. إذا نيجي نحكي بالمعنى الدلالي، فمن هون إجت فكرة أنه لما بنقرأ وبنضع بنقدر، إذا بنقدر المعرض نحطه في سياق التاريخ الأوسع ونقول إن هالنكبة هي واحد من الأحداث اللي حدثت في هذا البلد، وقبليها في أحداث وفي المستقبل رح يكون أحداث، فقراءتنا لحدث النكبة بتصير يعني بمنظور أوسع من الناحية التاريخية، وبتقدر ممكن تخلق محلات إنه يصير في قراءة لحدث النكبة من منظور آخر. وهذا اللي هو من ناحية التوجه ليش إحنا بنينا الروايات داخل المعرض بهذا الشكل. بحاول المعرض إنه هو يقول يعني إنه قبل وجود الاستعمار وقبل يعني دخوله على المنطقة إنه البلد كان قائم ومتحقق، وكان خلال فترة الاستعمار قائم ومتحقق، وهلأ قائم رح يضل قائم ومتحقق،
ورح يضل موجود طالما الجغرافيا موجودة وأهل البلد موجودين عليها، بغض النظر عن إيش شكل السلطة اللي هي بتحكم على الأرض. هذا مش من أجل تقليل من وجود الاستعمار أو الحال الاستعمارية اللي بتعيشها البلد، ولكن إنه هي الفكرة أكثر فيها محاولة لخلق دلالات لفكرة البلد والتأمل والأمل بوجود تحقق ما رغم كل هذه الظروف. فهذا من ناحية توجه المعرض، من ناحية العنوان وكيف تم تقسيم المعرض. ما رح قديش معي وقت بقدر أحكي كيف عملنا المعرض؟ أوكي. هلا كيف تم العمل على المعرض؟ المعرض اعتمد على اكثر من عامل عشان كيف يقدر يقدم هاي الروايه، وكان بفكر بالجمهور اللي هو بده يقدم الروايه، اللي هو بيطلع على جمهور فلسطين الاوسع اللي بده يجي من مناطق مختلفه عشان يقدر يوصل لروايه متاحه عن فلسطين هو مش متاحه له بالحقل البصري تبعه او بالحقل السياسي او بمجال حتى التربوي التعليمي اللي احنا يعني بنشوفه حاليا في المدارس. خليني اقول فالمعرض اعتمد على مجموعه من الوثائق الارشيفيه اللي يعني إما كانت بأرشيف المتحف أو بعدين كمان دكتور محمود يزبك ساعدنا بكثير من الأشياء لأنه موجود بإسطنبول فساعدنا كيف نوصل لمجموعة من الوثائق. في عنا كمان مجموعة من التركيبات الفنية اللي تم إنشائها وإنتاج رسوماتها وخرائطها، لأنه كمان الخرائط هي واحد زي ما ذكر دكتور عادل، أنت حكيت عن الخرائط، ذكرت إنه كيف لما تم التقسيم للمناطق في بلاد الشام وصرنا نعرف التقسيمات الحالية، إنه تم إنتاج مجموعة من الخرائط اللي هي تقدر تعمل رواية تاريخية مبنية على يعني مادة بصرية إنه تكون قادرة إنها تكون توضيحية للرواية اللي المعرض عم بيعملها. في عنا مجموعة من الأعمال الفنية اللي الفنانين شاركوا فيها باعتبار هاي المادة التاريخية مادة للإنسبيريشن يعني للإلهام لإلهم في الأعمال اللي أنتجوها. هذا إضافة لمجموعات مختلفة أو قطع تم استعارتها من مجموعات مختلفة لأنه نقدر نبني الرواية في فراغ المعرض مشان يقدر الزائر إنه هو يقدر يدخل في المحطات اللي هي بتبدأ من منتصف القرن الـ18 عكا، تدخل على فترة التنظيمات، بعدين على يافا، بعدين على الانتداب، بعدين على النكبة. وهذا هو التسلسل السردي يعني في المعرض اللي كلكم راح تشوفوه ان شاء الله الاسبوع الجاي لما يتم افتتاح المعرض. انا بدي اوقف هون لانه في كثير تفاصيل ممكن ما حد يحكي عنها عن المعرض او كيف اشتغلنا، بس راح اوقف هون على اساس اذا في حدا بده يسال مزبوط مرح، او اذا بيسالني انا او الدكتور عادل او الدكتور محمود يزبك، لانه صراحه بس بدي احكي شيء انه انا يعني كفنانه وكحدا بمارس الكيوريشن للمعارض عمري ما تعلمت من معرض قد ما تعلمت من هذا المعرض، وتجربتي مع دكتور عادل مع دكتور محمود يعني كنت حاسه حالي زي الطالب اللي قاعد عم بتعلم بنهم يعني من كل الدراسات اللي اضطريت انه انا اطلع عليها عشان اقدر اخذ قرارات كيف الواحد يقدر يختار مواد. فشكرا دكتور محمود وشكرا دكتور عادل، كانت تجربه رائعه، شكرا. فتفضلي مرح. اوكي شكرا مرح، يعطيك العافيه ايناس وكل التقدير على جهودك اللي اخرجتي هذا المعرض الى الوجود، الف شكر. جهد جبار فعلا. وطيب انا في عندي سؤالين، سؤال شائك يعني ما بصير يعني ينطرح باخر جلسه، بس يعني بظن انه سؤال مهم للدكتور عادل، وفي عندي سؤال لك. خليني ابلش بالسؤال تبعك اول بس. اوكي هلا السؤال لإيناس السريع، انه انت فنانه، احنا عارفينك فنانه، فهلا كل هاي السنتين بظن نسيت هلا اللي اشتغلتي فيهم على المعرض وتعلمتي فيهم عن تاريخ فلسطين بهاي الطريقه، شو راح يضل هذا عندك في ممارستك الفنيه بالارتس براكتس تبعتك، مع انه معروف انتو الارتس براكتس تبعتك هي متركزه على التاريخ الاجتماعي الثمانينات، فكري فيها. هلا السؤال للدكتور عادل، في كلمة مهمة ذكرتها وأنا يعني بحب أفهم لو سمحت
فهمك للموضوع للكلمة اللي هي الحداثة. حكيت إنه إحنا في عنا حداثة وفي عنا حداثة، بس هذا المفهوم شائك جدا. هل عشان نختصر الوقت، أنا يعني ما بظن إنه كان في عنا حداثة، إحنا كان في عنا عمران لبلد اسمها فلسطين من قبل ظاهر العمر، مثل ما كان في عمران في التاريخ الإسلامي أو كل التواريخ اللي خلت. فشو اللي ايش مقومات حكم ظاهر العمر اللي بتخليك تقول انه لا مش عمران ونهضة سياسية واقتصادية لكن حداثة؟ انه هذه كلمة كتير مش لازم تمر هيك يعني مرور الكرام، فياريت انه نفهمها منك لو سمحت دكتور عادل. دكتور محمود ما عندي سؤال، بس بدي اشكرك لانه كل الحكي اللي حكيته انا شايفيته بصريا في المعرد، فشكرا كثير على بالضبط فالف شكر على اسهاماتك دكتور محمود. بس لو نسمع منكم بعدين طيب. شكرا جزيلا دكتور عادل ودكتور محمود والعزيزة إيناس. دكتور عادل، موضوع يعني أنا سمعتك مطولا وبعرف تماما وجهة نظرك في الموضوع العثماني، بس بعتقد المشكلة الأساسية هي التحقيب. يعني بالتأكيد هناك اختزال في الفترة العثمانية وبيتم التعامل معها كما لو كانت واحدة، بس الأمر أعتقد يعني معقد، لأنه المغاربة مثلا ما عندهمش نفس العلاقة، لأنه كما تفضلت علاقتهم مع العثمانيين كانوا باعتبارهم حماة من الإسبان والفرنسيين، فالعلاقة مختلفة. فالمؤرخين المشارقة يعني عندهم علاقة مرتبكة خاصة في القرن الأخير، وهذا لا ينطبق فقط على المؤرخين الإسلامويين أو القوموين، أيضا ينطبق على الناس. يعني مثلا انا اذا باخذ يعني الموضوع القريب الي في شهادات عثمان الطباع مثلا، اللي هو يعني شيخ المدينه او امام المدينه بين قوسين، عثمان الطباع يعني يكيل الاتهامات ويعني يوجه أصابع الاتهام لهدم المدينة وهدم المسجد العمر الكبير، وهناك عشرات الشهادات المرتبطة بذلك. فأنا بعتقد أن الموضوع هو في طريقة تناول المؤرخين للتحقيب. بالتأكيد الفترة الأخيرة يعني يختزل كل الفترة العثمانية التي من غير المنصف إطلاقاً توصيفها بأنها واحدة. ملاحظة فقط ثانية في هذا الموضوع بخصوص الموضوع العصر المملوكي، أعتقد أنه في موضوع في سجال، لأنه بعض المؤرخين بعض علماء الاجتماع بيعتقدوا مثلا الفترة المملوكية مهمة تماما للعمارة في فلسطين، لعمارة المساجد، للحدائق العامة. فالبعض بيعتقد أنه المماليك مثلا كان لهم يعني الحضور المملوك العمراني مهم تماما، وطريق العمارة بتعرف طريقة التهوية إلى آخره، وبيحملوا العثمانيين تهديم العمارة. هذا مثلا ما حدث في غزة على سبيل المثال أذكره في كتابي. دكتور محمود شكرا جزيلا. يعني بالتأكيد أنا طبعا أشعر يعني بالحزن إنه المدينة الساحلية المهمة غزة غائبة عن التحرير، بس هذا طبعا يعني أكيد يعني بتم معالجته لاحقا. وأنت بتشرح عن بدايات المسرح تذكرت، وهذا ربما يدعونا للتفكير بالتفكير بكل مشاهد بين قوسين الحداثة في فلسطين. في بعد 4 سنوات من بداية المسرح في يافا، كان بداية المسرح في غزة في البلدة القديمة، وبالتالي كان عاصم بسيسو وفؤاد فرح بمثلوا هاملت سنة 1912، يعني بعد 4 سنوات تقريبا من بداية. وكثير من المشاهد التي ذكرتها بتذكرنا أيضا بمشاهد في مدينة غزة في نهاية الفترة العثمانية. فأنا بعتقد يعني ما ينسحب على يافا ينسحب على مدن ساحلية أخرى ظلمت طبعا من التحليل في كثير من الأحيان، لأنه إحنا طوال الوقت بنفكر أنه مركزي الحداثة، طبعا هو هذا صحيح، ولكنه جزء يعني بمعنى هناك أيضا حداثة أخرى امتدت لمدن ساحلية فلسطينية أخرى بما فيها طبعا مدينة غزة. شكرا جزيلا. أنا أسمع عندي تعليق. شكرا جزيلا على جهدك. نأخذ إجابات. عندكم ما فيش في أسئلة تانية؟ شكرا لكم، يعطيكم العافية إنه مصمدين معنا الغالبية
الغالبية تركونا. شكرا. عادلة، بالنسبة لموضوع الحداثة، بدون شك إنه مفهوم الحداثة يعني مفهوم إشكالي، وطبعا يتعلق بكيف بنستعمله ومين بيستعمله ويعني شو المضامين اللي منمليها لهذا المفهوم. فليش سؤالك إلي المباشر كان إنه ليش نعتبر فترة ظاهر العمر مثلا هي فترة حداثة، أنت بتقولي إنه هي بالأساس عمران وبناء. العمران والبناء هو جانب واحد، ومهم إنه نتذكر هو عمران وبناء في مدينة ساحلية، وعادة يعني فترة الحداثة في المشرق العربي هي إعادة إعمار الساحل في فترة الحداثة في الفترة الحديثة، خلينا نسميها، ما احنا يعني نستعمل التاريخ الحديث والتاريخ المعاصر والتاريخ القديم وإلى آخره. فالبناء والإعمار كان في مدينة ساحلية واللي ترتبط مع الميناء ومع البحر ومع ما بعد الدولة العثمانية أو غير الدولة العثمانية، ولكن ليس ذلك فقط. يعني احنا بنحكي عن اقتصاد طبعا بزراعة أشياء اللي ما كانتش تزرع سابقا، القطن اللي برضو الدكتور محمود يزبك كتب مقالة مهمة بهذا الموضوع عن زراعة القطن، وكل الزراعة من أجل التصدير، بمعنى إنه كل الاقتصاد ليس اقتصاد فقط اكتفاء ذاتي واستيراد وتصدير محلي في داخل الدولة العثمانية وإنما خارج الدولة العثمانية، ولكن في قضايا أيضا اجتماعية وثقافية. يعني من مفاهيم الحداثة مثلا المواطنة، هلا ما كان في مواطنة بالمعنى الحديث والمعاصر في أيامات ظاهر العمر، ولكن نحن نجد أن ظاهر العمر وأولاده في الجليل يعني بنوا على أنه أهل الجليل مثلا أو أهل البلد، خلينا نستعمل مصطلح البلد، هم كلهم شركاء في هذا المشروع اللي هو مشروع حداثي. مثلا إذا منلاحظ أنه في طبرية، طبعا كثير مرات في مصالح من وراء هذه السياسي، ولكن في طبرية مثلا جلب اليهود أبو العافية وغيره وأسكنهم في طبرية، والتعامل مع اليهود مع المسيحيين مع المسلمين على نفس قدم المساواة، بحيث أنه يعني ثم أصلا التعامل مع السكان فلاحين ومدنيين كشركاء في مشروع اللي هو للمصلحة العامة، الكل بيطلع ربحان من هذا المشروع، إذا كان في المجال الاقتصادي، إذا كان في بناء. يعني أنا ما بدي أوصل فيه بتاتا لأنه كأنه كان دولة، يعني ممكن نسمي ظاهر العمر حاكم الجليل، بس له ملك ولا في دولة اسمها دولة ظاهر العمر، هو جزء من دولة عثمانية اللي هو وسع الهوامش المسموح فيها للنخبة المحلية السياسية، وجعل هذا الإشي لصالح البلد، مش بس لصالحه شخصياً إنما لصالح البلد. ولذلك المشروع هو حداثوي من هاي الناحية أو حداثي من هاي الناحية، إضافة طبعاً إلى يعني إذا أضفنا للإشي الاجتماعي الإشي الثقافي، إنه بنبدأ بنشوف إنه بداية الكتابة مثلاً، في عنا كتابين اللي ذكرهم الأستاذ الأديب إبراهيم نصر الله عن ظاهر العمر، ثم بعديها صار في شيء شبيه باللي هو موجود كان سابقاً في لبنان وفي أماكن أخرى، الكتاب التاريخي والكتابات الأخرى، ومن هون فهو مشروع حداثي لأنه لا يشمل فقط الجانب السياسي أو الجانب العسكري أو الجانب العمراني فقط، وإنما هو شامل إلى حد كبير معظم نواحي الحياة أو مناحي الحياة، فلذلك هو مشروع حداثي. في عندي كمان سؤال، ولا لا انت بتكمل. طيب
السؤال يعني في أكثر من سؤال هون أو أكثر من ملاحظة. قضية التحقيق بدون شك معها إنه في فرق بين الروايات أنت قلت المغاربية، طبعاً أقصد شمال أفريقيا كلها مش بس المغرب. طبعاً المغرب ما كان جزء من الدولة العثمانية ولذلك تاريخها المغرب الأكثر، المغرب بمعنى دولة المغرب. هلا الدول شمال أفريقيا أو المغرب العربي بدون شك إنه في هناك اختلافات بينها وبين المشرق العربي. أصلاً المشرق العربي لما نشأت النهضة العربية والموضوع الوحدة العربية أصلاً ما كان يعتبرهم شمال أفريقيا جزء من مشروع الوحدة العربية. فترة طويلة جداً ما كانوا يفكروا، يعني مصر يمكن أوكي مصر لها فترة تاريخها جزء لا يتجزأ من تاريخ بلاد الشام، ولكن المغرب العربي حتى يعني المنظرين للوحدة العربية والقومية العربية إلى آخره ما كانوا يعتبروا شمال أفريقيا جزء من العالم العربي. هذا شيء حدث في فترة لاحقة في القرن العشرين. فأنا معك في طبعاً في فرق، وتجربة دول وشعوب شمال أفريقيا مع أوروبا مختلفة عن تجربة المشرق العربي، ونخب المشرق العربي هي اللي تعاملت مع بريطانيا، ولذلك هذه النخب السياسية والثقافية اللي بدأت تبرر موقفها المعادي للدولة العثمانية والمتحالف مع أعداء الدولة العثمانية. يعني هذا استمرار لفترة النهضة رؤيتها للدولة العثمانية ومسؤوليتها عن وضعها، ولذلك أنا معك. بالنسبة للطباعة والذاكرة الشعبية، أنا أقول إنه يعني هذا الاعتقاد السائد عن الدولة العثمانية يعتمد أو يرتكز على رجلين ثقيلين، واحدة هي الرواية التاريخية القومية، والجزء الثاني هو الذاكرة الشعبية بأواخر العهد العثماني. يعني في ناس بدوا بعبد الحميد وحكم عبد الحميد وكل الاستبداد وكذا عبد الحميد، في ناس بدوا بالأساس بعد 1908 وزيادة التفريق وإلى آخره، وطبعا الحرب العالمية الأولى. الذاكرة الجماعية طبعا هو جزء من هذه الذاكرة الجماعية اللي مش مهم انه هو شيخ دين، اغلب النخب اصلا كانوا مشايخين في هذه الفتره. فهو جزء من هذه الذاكره، وهو ما خلق شيء يعني مش موجود. لا، بس السؤال كيف بنحط هذه الامور بالسياق التاريخي الشامل العام. هذا اللي انا قصدته. بالنسبه للمماليك انا معك بدون شك انه المماليك يعني ذكرت اواخر العهد المملوكي اللي هو مش بالضبط فترة عمران، الفترة المملوكية السابقة عمران أواخر العهد المملوكي في أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، كانت أكثر فترة هدم مالي، فترة هدم بما مش ضرورة يعني عمران كان موجود، ولكن الوضع السياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي للشعوب اللي كانت حاكمينها المماليك كان وضع سيء جدا، ولذلك ما كان صدفة أن استقبل العثمانيين ليس كغزاة ومحتلين وإنما كفاتحين إسلاميين طبعاً هم كمان اللي أنقذوا منطقة المشرق العربي من الوضع السيء اللي كان سائد فيه، وجعلوا المشرق العربي جزء لا يتجزأ من إمبراطورية عثمانية تمتد حتى حدود فيينا حتى النمسا في أوروبا، وطبعاً بعدين شمال أفريقيا مصر وشمال أفريقيا وكل المشرق العربي. فهذا العصر الذهبي طبعاً، فيمكن بغزة كان في هناك شوية هدم، ولكن طلع القدس وطلع مناطق أخرى. يعني العمارة في القدس المملوكية لا تقدر في المملكة، بالعكس تضيف إلى العديد من المباني العثمانية في بداية فترة سليمان القانوني بشكل خاص، فطبعا الاسوار والبوابات ترميم الاقصى وكثير من الاشياء اللي في القدس وغير القدس في الشام وفي مدن كثيره اخرى. ما بدي اطول اكثر. شكرا. سليم عندك تحكي شيء؟
اجاوب على هذا السؤال. اوكي طيب سوري. بس لا بدي اجاوب على السؤال. بس كمان بدي احكي للدكتور ابهر انه غزه موجوده هي بالروايه الكبرى، بس انها هي مش حامله عنوان زي الروايات طبعا، يعني ما بنقدر نحكي عن الساحل بدون اي مدينه. ف بالنسبه ل سؤال قبل برح أرجع لك بالسؤال، بس بدي أعلق على قصة الحداثة، إنه عشان النقاش هذا اللي كان عن الاصطلاح كان كمان موجود بأول مسار النقاش بالورشة، فحتى أنا لما اشتغلت على المعرض تجنبت استعمال المصطلح واعتمدت إنه على قصة السرد اللي فيه رواية حكاية من خلال الأحداث اللي أنا حطيتها بالمعرض تجنباً لاستعمال الاصطلاح، وكنت عم بعطي التبرير لنفسي بتجنب الاصطلاح انه انا عم بقول انه اذا ما كان هذا الاصطلاح موجود كاصطلاح عنده تعريفه يعني بقراءه التاريخ والعلوم الاجتماعيه، انه اذا انا بحكي هاي القصص كلها بغض النظر اذا هي كانت حداثه او مش حداثه او في نقاش عليها، انه المتلقي هو بيعرف انه هاي الاشياء حدثت، هل اسمها كان حداثة أو مش حداثة بخليه هذا بتركه لنقاش في مستوى يختلف عن المستوى تبع المعرض، إيش الرواية للمعرض بده يقدمها للجمهور العام. هذا كان قرار يرتبط بكيف المعرض يقدر يتقدم من ناحية تصميم المعرض. بالنسبة لسؤالك عادلة بخصوص إنه كيف رح يفيد يعني أو كيف وين بده يكون هذا المعرض، أنا بالنسبة لي يعني كل الأشياء يعني اللي أنا بشتغل عليها طبعاً هي بالأساس مركزيتها التحولات الاجتماعية من أواخر الثمانينات، ولكن في إطار الشغل هذا دائماً بيكون في يعني تطوير للمعرفة اللي أنا بكون بشتغل عليها، يعني من خلال القراءات اللي ما بتكون لها علاقة حتى بالشغل. فعملية الشغل على هذا المعرض أنا بالنسبة لي هي يعني أعطتني قدرة على قراءة العمق اللي أكثر للتحولات مثلاً الاجتماعية. يعني أنا مثلاً لما دكتور يزبك اليوم عم بحكي لنا عن كل الأحداث اللي كانت موجودة بيافا والاحتجاج اللي كان موجود عليها على المسرحية، إنه إيش كانت الإصلاحات اللي فيها، إنه بشوف كمان إنه هذا هو مرتبط بكل الرقابة أو المحظورات الاجتماعية أو التحولات الاجتماعية اللي مرتبطة بأحداث سياسية، لأنه أنا اهتمامي بفترة الثمانينيات والتحولات الاجتماعية مرتبطة برضو بحد السياسة. فأنا بالنسبة لي بشوفه إنه من منظور تاريخي بيحدث هذا التحول الاجتماعي نتيجة لحد السياسي هلأ أو بالثمانينات زي ما حدث قبل قرن، زي ما حدث قبل 30 سنة، كلها في سياق الحدث وتأثيره على الحياة الاجتماعية. فأنا ما بشوف إلا إنها هي نسخة تانية من كيف بصير هذا التحول الاجتماعي بناء على تغيرات سياسية، فأكيد إله علاقة يعني، بس بحق بيكون كتير أوسع. مش عارف إذا اقتنعتي بالإجابة. الدكتور محمود يزبك، أستاذ إبراهيم نصر الله، أنا بدي أفتح المجال لآخر فرصة يمكن هلأ قبل ما نجمل فيه. سليم بدك تحكي إشي؟ طيب تفضل. في عنا معنا دكتور سليم أبو ظاهر بدي يحكي لنا إشي قبل ما نشوف آخر أسئلة معنا باللقاء. شكراً، أنا سيعطيكم العافية جميعاً. يعني يمكن هو تساؤل أكثر منه سؤال، بتخيل دكتور عادل بجاوبني عليه أو بنتركه open-ended question لكم الخيار. إنه في ظل تباين التفسيرات والكتابات التاريخية والرؤى اللي تناولت الساحل الفلسطيني من جوانب مختلفة، هل بتشوف إنه حضور ظاهر العمر في فلسطين بالإشارة إلى هوامش الحرية اللي تفضلت وذكرتها حضرتك بأنه قدر يعمل أو يمكن النخب المحلية أنه يصير في عندها قدرة مغايرة لما كان متاح لها ضمن منظومة الدولة العثمانية، هل بتشوف أنه مرور ظاهر العمر في فلسطين، وهون هذا سؤال أنا في نظري هو سؤال هوية، سؤال وجود اقتصادي سياسي اجتماعي، هل هو تفتيت لمجمع أم تجميع لمفتت؟ بمعنى إنه هل حضور ظاهر العمر، طيب إنه هل حضور ظاهر العمر
كان له جزء من انه الشعب الفلسطيني يبدا بتطوير ركائز هويه تنسلخ عن الدوله الام بالنخب المحليه، ويعني ما ترتب وتمخض عن وجود ظاهر العمر من قوه النخب، ام انه كان نوع من تجميع هذه النخب المفتته لتشكل ركيزه من ركائز الدوله الام؟ أنا ما بشوف إنه ظاهر العمر لا حاول تجميع ولا حاول تفكيك. شغال؟ طيب، فأنا قلت إنه ظاهر العمر هو جزء من ظاهرة عامة في بلدان المشرق العربي اللي هي بروز نخب سياسية أحياناً يصيروا حكام، مثلاً آل العظم في مناطق مختلفة من سوريا ولبنان، ظاهر العمر هون، الشهابيين في لبنان، المماليك في مصر، المماليك في العراق، إلى آخره. ففي ظواهر من هذا النوع، وفي ظواهر أخرى، يعني نخب ليست بهذا المستوى من الحكام، ولكنهم في المدينة أو أحياناً في اللواء أو في الولاية هم صاروا النخب اللي يديروا السياسات المحلية والإدارة المحلية تحت مسمى إنه هم جزء من الإدارة العثمانية. يعني إذا بتأخذ أنت بفلسطين، إحنا نحكي كل وقت عن ظاهر العمر، بس مننسى مثلاً إذا طلعنا على نابلس منشوف إنه في نابلس آل طوقان وآل عبد الهادي وجرار وغيرهم من العائلات، وين بداياتهم؟ في القرن الثامن عشر، لأن القرن الثامن عشر هو عصر اللامركزية اللي سمح بنشوء هاي النخب المحلية وأدائها لأدوار أكثر بكثير من ما كانت تقوم به في الفترة السابقة. والدولة العثمانية سمحت إلى حد كبير بهذا الشيء على شرط أنه ما يطلع عن خطوط حمر معينة، وظاهر العمر يعني وصل لهذه الخطوط الحمر بتعاونه مع أعداء الدولة العثمانية أحياناً، فلذلك كانوا معنيين بالخلاص منه في فترة معينة. ولكن العائلات المدن، يعني العلماء والأعيان إذا كانوا في نابلس، القدس، خالد والحسيني، وين صار لهم هذا المركز اللي منه انطلقوا من ناحية فعلية؟ كان لهم مراكز سابقاً كمان أيضاً، ولكن القرن الثامن عشر هو العصر اللي أول مرة من دار الخالدي بيكون في قاضي للقدس من دار الخالدي مثلاً. المفتين ونقباء الأشراف في القدس من دار الحسيني من القرن الثامن عشر وطالع، وهكذا في مدن أخرى في الشام وفي طرابلس وفي مدن كثيرة من المشرق العربي. فإذا هي ظاهرة عامة ليست فقط في فلسطين كجزء من الدولة العثمانية، مش خروج على الدولة العثمانية، ولكن فيها دور أكبر بكثير للنخب المحلية، لدرجة أنه مثلا مؤرخ جبل نابلس والبلقاء بسمي هذا الإشي بالاستقلال الذاتي، أوتونوميا. ولكن هو ليس انسلاخ، الوحيد اللي انسلخ هو محمد علي طبعا في مصر، هو ليس انسلاخ عن الدولة العثمانية، هو ضمن الدولة العثمانية، ولذلك هاي النخب ظلت تتعاون مع الدولة العثمانية حتى الفترة الأخيرة، ونفس هاي النخب هي اللي تعاونت مع الاستعمار الفرنسي أو البريطاني، وبس تحولت، صار في تحول، نحكي اليوم عن كوفيد التحول كذا، تحولت من نخب عثمانية لنخب وطنية محلية تحاول الوصول إلى الاستقلال. شكرا دكتور عادل. بتخيل إحنا هيك هلأ مفروض من هي خلصت. طبعا. عفوا. عندي سؤال. بدك تسألي تفضلي. أولاً يعطيكم العافية جميعاً.
إناس حابب أسألك، لأنه بعتقد من متابعتي لمعارض سابقة للمتحف أنه هذا المتحف مختلف من ناحية كيف تقديمه بصرياً، أنه عادة بالمعارض السابقة كان الاعتماد على المداخلات الفنية أكثر، فكان الزائر في كتير أجسام وإنستليش، في كان مكونات بصرية هي الحيز في الحيز العام للمعرض. هلأ بهذا المعرض كيف بهذا الزخم والمعلومات القيمة والمتنوعة تاريخياً، وأنا عارف أنه هو التحدي كمان كبير، مش هيك سؤالي، أنه قديش كان أنه الأدوات البصرية وقديش كان لك كمنظمة تحديات للتنظيم للمعرض يعني؟ هو اللي انت بتحكي يعني، انا بديش احكي عن المتحف بس انا انطباعي، ويعني حكينا اكثر من مره انه المعرض هو هذا مختلف باللغه اللي هو بيقدمها، واتخيل انه هو كمان في طريقه يعني صناعه المعارض هو مختلف يعني عن يعني معارض تانية يمكن شفناها في فلسطين. بعرف بديش يعني بديش ادعي هذا الحكي، بس انه بتخيل انه هو رح يكون في عنده لغه تانية بتخاطب الجمهور الاوسع، بتحاول تقرب تفاصيل كتير من فترة زمنية كبيرة لأوسع جمهور ممكن بفلسطين. يعني حاولت أنا بشتغل إن أشوف إنه كل فئات الجمهور اللي ممكن يجوا كيف ممكن يقدروا يلقطوا المعرض شو عم بحاول يحكي. بتأمل إنه نجحنا، وزي ما حكت عادل إنه هو يعني زيارة للمعرض هي يمكن رح تحكم إنه إحنا إذا قدرنا يعني نقدر هاي نعملها. بس هي أكيد تجربة جديدة يعني، في إنه أنا بالنسبة لي أول مرة بشتغل على معرض زي هيك. فشكرا رولا. أستاذ إبراهيم نصر الله، بدي أشكرك، أنا ما صح لي أحكي معك أو أسألك، بس بدي أشكرك كثير أنك كنت معنا اليوم، وبدي أشكرك لأنه روايتك كانت هي واحدة من المساحات اللي ملهمة أول ما بلشت أن أنا أشتغل على المعرض، وهي رح تكون في الجزء المركزي الأول، يعني في نوع من التوظيف لبعض المقاطع منها اللي بتقدم عكا وظاهر العمر في أول قسم مركزي في المعرض. بتمنى أنه يسح لك فرصة تيجي تشوف المعرض ككل، نقبل أنك تقدر تيجي. فشكراً كثير أنك كنت معنا اليوم. دكتور محمود يزبك، بدي أشكرك كمان مرة على كل اللي قدمت لنا إياه اليوم، واللي قدمت لنا إياه خلال فترة عملنا برحلة يعني طويلة، وعلى كل المقالات والكتب والدوكيومنتس اللي كنت دايماً ما تبخل علي ولا بوقتك ولا بإجاباتك في أي لحظة كنت حاضر، فشكراً لإلك. دكتور عادل، بدي أشكرك كثير كثير على أول مرة قابلتك فيها وأعطيتني نسخة من كتابك، باي ذا واي هذا الكتاب اللي راح أسرقه من المتحف، لأنه يعني قد ما قريته قد ما قريته قد ما قريته هو صار سكالبتشر هو بايت سيلف قد ما اطلعت عليه. فهو واحد من الكتب اللي أنا بقول يعني ماست ريد بوك لكل حدا يعني بده يعرف عن تاريخ فلسطين. نتأمل إنه نشوفكم جميعاً بالافتتاح الأسبوع الجاي. بعرفش عادي لو بدك تحكي إشي. لا عفواً. يلا طيب. فأنا بالنسبة لي شكراً لكم على كل الجهود. أنا بعطي هلأ المايك لمرح عشان أنت تنهي. دكتور محمود بحب يعقب في كلمة أو يعني تعقيب لأستاذ إبراهيم أو دكتور محمود ككلمة أخيرة، أو إذا فيش خلص مننهي. أنا بدي أشكركم وكلكم يعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية، شكرا. يعني القعدة على زوم أربع ساعات مش هي الإشي اللي مستاهل، فشكرا لكم. شكرا يعطيكم العافية. يلا أستاذ إبراهيم بدك تحكي. يعني أكرر الشكر، صحيح هي مناسبة استثنائية، أنا أعتقد مناسبة ثقافية مهمة بهذا التكامل اللي بنعيشه حقيقة. هذا التكامل بين الفنون التشكيلية والثقافة والرواية والتاريخ يعني فرصة نادرة، كان الواحد بيتمنى أن يكون في داخلها أيضا وجزء منها على الأرض الفلسطينية. فكل الشكر لكم، أعطيكم العافية. يعطيكم العافية، إلى اللقاء.